الله أكبر الله، أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح، وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا، مجتمعنا المسلم أثر، ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة، أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسعدنا ويشرفنا نحن إخوانكم في إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن نقدم لكم هذه الندوة الطبية الثامنة من سلسلة الندوات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة الرياض ممثلة بإدارة التوعية الدينية، وهذه الندوة بعنوان الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة، وهذه المحاضرة الأولى بإذن الله تعالى، والتي نسعد فيها بتشريف سعادة الدكتور أحمد بن محمد الكردي استشاري النساء والولادة وطب الأجنة بمستشفى قوات المسلحة بالرياض، وهذه المحاضرة بعنوان أحكام الولادة والتوليد، فنتيح الفرصة لسعادة الدكتور مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا طبعا أرحب بكم جميعا، وأحب أن أقدم شكري لإدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء، وأخص بالشكر لفضيلة الشيخ محمد العمر على اجتهاده، فهذه ليست أول ندوة يعمل على إقامتها، إنما هذه حضرتها أنا هذه الندوة الثانية، ويوجد ندوات كثيرة اجتهد في إقامتها، فله الشكر الجزيل. الحمد لله، هذه الثامنة الحمد لله. أنا حضرت هذه الثانية والثالثة، وطلب مني أن أتكلم معكم في أمور طبية في أحكام الولادة والتوليد، وسأحاول قد ما أستطيع أبسطها لكم بحيث تكون مفهومة لدى الجميع، ويسعدني أن أتلقى أي استفسارات أو أي أسئلة، لأن هذا الموضوع طبعا الولادة والتوليد موضوع يعتبر غريب على الجميع، يعني لا يعرف التفاصيل، يعني ومعرفة التفاصيل شيء مهم، لأنه كل منا مرتبط بعائلة وزوجة وأطفال وإنجاب، فيجب أن يكون لديه بعض الفكرة عن الأمور الطبية. المحور الأول الذي أريد أن أتكلم فيه هو كيفية تحديد موعد الولادة طبيا. الحمل كما تعرفون 9 أشهر في مفهوم الطب، لا نستطيع أن نحدد بالتحديد متى حدث الإلقاح، لا نسمي الحمل، لأن أنا أفرق بين الإلقاح البويضة عندما تلتقي بالحيوان المنوي يحصل الإلقاح، والحمل أي أنها استقرار النطفة في الرحم، لا نستطيع أن نحدد اليوم بالضبط. فلذلك الأطباء يحسبون من أول يوم لآخر دورة، مع علمنا الأكيد أن الحمل لا يحدث في أول يوم،
لأن البويضة تنطلق من مبيض المرأة بعد 14 يوم من أول يوم من الدورة، تنطلق البويضة واليوم 14 تتلقح وبعدها تذهب وتستقر في الرحم. فتحديد اليوم بالضبط للولادة لا نستطيع، فلذلك نحسب أول يوم آخر دورة، نطرح منه 3 أشهر ونزيد 7 أيام، هذا موعد الولادة، ويصبح 80 يوم موعد الولادة. فأنا متعود على التاريخ، نحسب بالتاريخ الميلادي، فنقول إذا في 1 شهر 9 أول دورة صار في 1/9 ميلادي، فننقص 3 شهور معناته 1/6 ونزيد 7 أيام 8/6، هذا موعد الولادة. ليس موعد الولادة أنه من الضروري أن تحدث الولادة في ذلك اليوم، لا، ناقص أو زائد 10 أيام من هذا التاريخ. هذا هو الحساب موعد الولادة بالضبط. وعندما نحسب هذا الحساب الطبي بالحساب الشرعي يتساوون جميعا يتساوون. فهذا هو ببساطة كيف يحدد الأطباء موعد الولادة الطبيعية، أول يوم من آخر دورة ناقص 3 شهور زائد 7 أيام، هذه معادلة. المحور الثاني هو مفهوم الولادة الطبيعية. الولادة الطبيعية هي عندما يأتي المخاض تلقائيا، يعني المرأة تكون مرتاحة وجالسة ونائمة، فجأة تقول أنا عندي ولادة. علامات الولادة الطبيعية عندما تبدأ، إما تقلصات في البطن مؤلمة عندما تكون المرأة نائمة تفزع من النوم، تصحى بطن الأم يصبح قاسي لمدة ثواني ويرتخي وهكذا ويتكرر. العلامة الثانية أن ترى مخاط مخلوط مع الدم، هذه العلامة الثانية، لا تحس بألم ولا شيء، فقط عندها مخاط مع الدم. العلامة الثالثة لا تحس بألم ولا مخاط مع الدم، ولكن فجأة الماء الذي يسبح فيه الطفل يسبح في ماء في كيس من الأغشية تنفجر والماء ينصب، هذه العلامة الثالثة. فنحن الأطباء نقول للمرأة إذا شعرت بواحد من العلامات بإحدى العلامات الثلاثة اركب السيارة وتعالي عند المستشفى. هذه علامات الولادة الطبيعية. والولادة الطبيعية طبعا بعكس الولادة الصناعية اللي هو اللي نسميه نحن الطلق الصناعي عند الناس، تختلف. الولادة الطبيعية إذا بدأت بهذه العلامات الثلاثة هي أقصر طريق والأسلم طريق لولادة الطفل ولادة طبيعية بدون حاجة لتدخل الأطباء. هذه الولادة الطبيعية هي التي هي عبارة عن خروج الطفل بعد أن تكون الولادة بدأت تلقائيا من نفسها بدون تدخل الطبيب، هذه الولادة الطبيعية وهي أسلم جدا. ومع الأسف الآن كثير من النساء يطلبون من الأطباء أنهم يتدخلوا لتحريض الطلق والولادة، يعني طلق صناعي. ليه؟ يمكن يكون عندها شغل إجازة وتبغى تروح إجازة، أو تبغى تخلص وتنتهي، ما تبغى تنتظر إلى الولادة الطبيعية إلى آخر 9، أو طبعا تلحق على الإجازة المدرسية، لا تفوتها إجازة الأمومة، تكون إجازة الأمومة داخلة في الصيف وترجو الطبيب أن يولدها على أساس لا تخسر إجازة الأمومة. وأنا دائما أنصح النساء لا تطلبوا من الأطباء الطلق الصناعي، لأن الطلق الصناعي ممكن ينتهي إلى قيصرية أو ولادة متعسرة. فدائما ننصحهم أن انتظروا الولادة الطبيعية.
هذه الولادة الطبيعية جعلها الله بداية أو اللي هو المخاض بداية الولادة. لماذا نتدخل؟ فطبعا هذا يقودنا إلى موضوع ثاني اللي هو الولادة بالطلق الصناعي. طبعا المسمى طلق صناعي هو مسمى خاطئ، يعني ليس هو طلق صناعي، هو تحريض الطلق الطبيعي أن يبدأ، وهي يتم بطرق عديدة جدا. الطلق الصناعي ممكن بالمحاليل أو بالتحاميل المهبلية أو بالحبوب بالفم، تجعل الرحم ينقبض تلقائيا من نفسه، وكان الرحم أصلا ما هو ناوي ينقبض لأنه لسه لم يحن الوقت. هذا نحن نسميه طلق صناعي، وهذا الطلق الصناعي لا يخلو من المخاطر. هناك مخاطر في الطلق الصناعي، خاصة عند النساء اللي سبق لهم عمليات في الرحم، عملية قيصرية واحدة أو أي عملية أخرى في الرحم. الطلق الصناعي ممكن يكون شديد ويفجر الندبة التي الموجودة في الرحم من عمليات سابقة. فالطلق الصناعي مع سابق عمليات خطر، ولذلك لا نلجأ له إلا إذا اضطرينا طبيا. إذا جاءت مرأة عندها دواعي أننا نتدخل، لازم نطلع الطفل، زي التسمم الحملي، ارتفاع ضغط الدم، أي إشكالات للمرأة وخافين على المرأة، نلجأ للطلق الصناعي. لكن لا أخفيكم أنه الآن كثير من النساء يطلبوا الطلق الصناعي من دون دواعي طبية، وللأسف بعض الأطباء يوافقوه على ذلك. فأسلم طريقة للولادة السهلة الميسرة هو الطلق المخاض الميسر التلقائي. المحور الثالث، متى يتصرف الطبيب في الإجراءات الطبية في حالة الولادة إن لم يكن قد أخذ الأدوية من المريضة؟ طبعا عندما تأتي المريضة إلينا للولادة في استقبال الولادة، يؤخذ توقيعها الأولي، توقيع على السماح للدكتورة بالفحص، تفحص الدكتورة وجميع إجراءات الدخول، لكن لا تتضمن الجراحة ولا التوريد. فعندما يتبينون أن لديها مخاض طبيعي وبداية ولادة، يؤخذ لديها منها الموافقة على التوليد، أو سواء احتجنا قيصرية الموافقة على القيصرية، أو حتى إذا رغبت في الولادة بدون ألم. طبعا سمعتم الولادة بدون ألم، الولادة طبعا بدون ألم لا توجد إلا في حالة واحدة اللي هي بدون ألم 100%، اللي هي إبرة الظهر. هذه هي الولادة اللي يخدر الجسم من الصدر إلى تحت، المرأة لا تشعر، يعني ممكن تجلس تكلم بالتلفون تقرأ جريدة والطلق حامل مستمر. طبعا إذا كان الطبيب التخدير وضعها في موضعها المضبوط فيكون بدون ألم تماما. هذه تحتاج إلى توقيع، لأنه ما في إجراء طبي بدون مشاكل ومخاطر، حتى قلع الضرس على سهولته ممكن يتسبب في مشاكل المريض. لأجل ذلك نأخذ توقيع أي شخص يرغب في أي إجراء طبي، لازم نأخذ موافقته ونشرح له المشاكل اللي ممكن تصير. يعني الإبرة الظهر هذه 99% بدون مشاكل، لكن 1% ممكن تصير مشكلة. مشكلة يتعامل معها الأطباء، أطباء التخدير اللي هم مسؤولين عن إبرة الظهر يتعامل معها، وغالبا لا يحصل أي ضرر للمريض، ولكن يجب أخذ موافقة المريض. هذه إبرة الظهر. بعد إبرة الظهر يوجد الغاز هذا اللي تأخذ، يمكن سمعتوا عنه، هو عبارة عن مخلوط من الأكسجين والنيتروجين مع بعض، سميه أكسيد النيتروجين اللي يسموه غاز الضحك، لكن أنا ما عمري شفت مريضة تضحك منه يعني.
لكن سموه هذا الضحك. فيوضع القناع عليها وقت الطلق المؤلم يخفف الطلق إلى 50% بس، ليس كإبرة الظهر. الخيار الثالث ممكن إبرة المورفين، هذه الإبرة المخدرة أيضا تساعد على تخفيف الألم. بعد ذلك لا توجد طريقة أخرى لتخفيف الألم غير هذه الطرق المتاحة، ولكن كل طريقة نأخذ توقيعها وموافقتها هي على هذا الإجراء. فالإذن، وخلاصة ما قلت، أنه نأخذ الإذن من المريضة لأي إجراء، سواء ولادة، سواء فحص، سواء تخدير، سواء أي شيء، يجب أن يؤخذ توقيع المريضة. طبعا خاصة في العشرة أو 15 سنة اللي فاتت، لما بدأت التأمين والمقاضاة والشكاوي، فساروا الأطباء أكثر حرصا على أخذ الموافقة من المريضة لأي شيء، لتجنب المشاكل القضائية وشكوى المريضة للقضاء والمطالبة بتعويض وكل هذا. فهم دائما يطلب توقيع المريضة لأي إجراء كان، حتى الفحص ليس إجراء جراحي، فحص عادي نأخذ التوقيع. طبعا سئلت أوليها، هل ممكن، هل يجب أخذ توقيع الولي؟ أنا اطلعت على فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول فيها: المرأة العاقلة البالغ إذا تمت 15 عاما تستطيع أن توقع بنفسها على أي شيء، هذا جسمها وهي تتحكم فيه، لكن ما عدا الأشياء التي تخص الزوج الزوجة بموجب عقد الزواج. عقد الزواج يربطهما الاثنين، لأن الأطفال الذين سينتجوا من هذا العقد هم نصفهم من الزوج ونصفهم من الزوجة، فلذلك الزوج له الحق في أن يقول كلمته في حالات مثل ربط الأنابيب لعدم الحمل. المرأة مثلا يكون عندها داعي طبي، مثلا عندها عمليات قيصرية كثيرة، نخاف أنه في الحملة القيصرية مثل الخامسة والسادسة يصير شيء للرحم، تنفجر، تنزف، ممكن تموت، وترغب في أنه عدم الإنجاب، أو عندها مرض يمنعها من الإنجاب، تطلب ربط الأنابيب. نقول لها الآن ربط الأنابيب هذا لازم موافقة الزوج، لأنه هذا أنت زوجك وهذا عقد بينكم، عقد الزواج هو في القصد منه التكاثر والإنجاب، فيجب أن يوافق الزوج. ثانيا، في حالة إذا كان هناك سبب طبي لإنهاء الحمل حسب القرار 240 من هيئة كبار العلماء في إجازة إجهاض الحمل، إذا خفنا على المرأة الهلاك، هنا أيضا لأن الطفل اللي في داخل أحشائها هذا نصفه من الزوج ونصفه منها، فيجب أن تأخذ موافقة الولي. ولكن في حالة القيصرية ممكن المرأة هي توقع نفسها، لا يحتاج إلى توقيع الزوج. وفي حالات كثيرة أنا شاهدتها، التأخير قد يضر ضرر طفيف كبير بالطفل والأم إذا تأخرنا في انتظار الزوج. فمن ناحية شرعية، وأنا ليس الشخص المؤهل علميا لأني يقول في الفتوى الشرعية، الشيخ موجود، إذا كان الخوف على هلاكها يجب إنهاء الحمل أو ربط الأنابيب لدواعي طبية، فهنا الزوج يجب أن يؤخذ توقيعه، لكن لأي غرض ثاني المرأة توقع.
شرعا المرأة عاقل بالغ بعد سنة 15 تستطيع أن توقع نفسها. أنواع القيصريات، أكيد الجميع سمع عن القيصرية. طبعا غير الأطباء لا يرون من القيصرية غير الفتحة اللي في البطن بس، ويظنون هذه هي القيصرية. هذا هو أخف ما في القيصرية، الجرح الخارجي. المشكلة جوا، لما نفتح الرحم، والرحم إذا فتح أصبح فيه عيب، أصبح الحمل اللي بعده ممكن تصير فيه مشاكل. أخفها قيصرية ثانية، وإذا حصل للمرأة قيصريتين إذا لازم قيصريات. لا يوجد طبيب في العالم يسمح لمريضة ولدت مرتين بقيصرية أن يخليها تحاول تولد طبيعي، لأنه حينفجر الرحم وممكن تموت. فقط مرة واحدة نسبح بعد واحدة قيصرية، نسبح بالولادة القيصرية. فلما نفتح الرحم الجسم الرحم انشق خلاص ونخيطه، ولكن الخياطة والالتئام ليس كالنسيج الطبيعي. زي الواحد لما يجرح رجعت الندبة، لا يرجع زي أول الجلد. الندبة سواء الندبة صغيرة أو كبيرة، إنما هي ليست كالحالة الأولى قبل. فطبعا قيصرية نضطر لإجرائها عند اللزوم فقط. وأكرر الآن، هداهم الله بعض البنات الصغار اللي توهم متزوجين تقول لا أنا سوي قيصرية وأخلص. ما تفكر إن القيصرية ليس فقط الجرح اللي برا، رحم خلاص. يعني خلينا أشبه زي سيارة مصدومة وسمكرتها، يا سلام سمكرة ومن أحسن ما يكون. لكن يجيك واحد الخبير طالع من جوا يقول لك سيارة مصدومة، نصها راح، السعر راح نص. فالرحم يجب المحافظة عليه بدون أي عمليات عشان المرأة تقدر تنجب زي ما تبغى. لكن من يوم ما أصبح هناك قيصرية بدأنا نحدد عدد الأطفال. قيصريتين حددناهم أكثر. طبعا في الغرب، في الغرب لا يميلوا إلى كثرة الأطفال، فما بهم يسووا عمليتين خاص. هناك اللي عنده 3 أطفال يعتبر هذا عائلة كبيرة جدا، طفلين وبس. عندنا نحن لا. فعلى هذا الأساس نتحفظ كثير في القيصرية، لأنه نعلم أن هذه المرأة ما راح تكتفي بواحد واثنين وثلاثة وأربعة. وكلما زادت القيصرية عن 3 قيصريات بدأت المخاطر والمشاكل. فليس القيصرية كما يتخيلها البعض، ايش افتح طلع البيبي قفل، صح، لكن المشاكل اللي معاه اكثرها الان من كثرة القيصريات تلتصق المشيمة في الندبة. عندما تلتصق المشيمة في الندبة، سمعت عن المشيمة المتقدمة هذه، ممكن المريضة في اذا نزفت ممكن تنزف خلال ساعة إذا ما أنقذت تموت، لأن ممكن تنزف كل دمها من المشيمة المتقدمة. هذه من مشاكل القيصريات المتكررة. فدائما القيصرية لا نأخذها على محمل السهولة ولا لا، قيصرية عملية تؤثر في الرحم وتسبب مشاكل. ولكن إذا اضطرينا لإنقاذ الطفل ولا الأم طبعا. آخر محور، العمليات التجميلية بعد الولادة أنواعها ومدى الحاجة إليها. والله أنا في دراستي في الطب ما سمعت عمليات تجميلية بعد الولادة أبدا، ولكن للأسف الآن صارت موجودة. أنا أقصد بعد الولادة، يعني فورا طلوع الطفل والمشيمة في نفس اللحظة يسوون عملية تجميل. وهذه للأسف منتشرة بين حريمنا كثير كثير، وهذه خطأ. وأنا يعني ألقي باللوم، أولا توعية وبعدين
العمل الخاص. في الخاص لا يترددون في هالعمليات أن وراها مكسب. إيش هذه العملية التجميلية؟ عملية تجميلية، إحنا كلنا رجال نعرف إن الوحدة إذا ولدت مرتين ثلاثة أربعة صار في توسع تحت. فالمفروض هذه لها عملية طبية في الكتب موجودة ونعملها، بس متى نعملها؟ بعد الولادة بشهور، ستة شهور، إلى يرجع كل شيء يضمر إلى وضعه الطبيعي الأول. لكن إجراءها بعد الولادة رأسا، هذه أنا أعتبرها خطأ كبير من الأطباء. طبعا نحن في بعد خروج الطفل، قبل خروج الطفل لازم نعمل توسيع، لأنه إذا ما عملنا التوسيع تشق المنطقة كلها، تمزعت زي الشخص اللي بيلبس ثوب ولا فلينة رقبتها ضيقة، إذا شدها تقطعت، لكن لما يفك أزارير الفلينة تدخل بسرعة. هذه نفس المبدأ يعني. فعندما تلد المرأة ويخرج منها الطفل الآن قبل دقيقة أو دقيقتين وزنه 3 كيلو 3 كيلو ونص، يكون تحت كل متوسع. فعندما يجري هذه العملية، تجرى هذه العملية، لا تكون عملية ناجحة، لأنه القياسات مختلفة. بعد 6 شهور ترجع المرأة بطنها ترجع زي أول شوية، وكل حاجة تصغر تعود لوضعها الأول الطبيعي. في هذا الوقت يستطيع الطبيب أن يجرى العملية بحرفية أكثر وبإتقان وبنتائج أحسن. لكن إجراءها بعد الولادة مباشرة يكون المهبل متوسع جدا مع خروج الطفل هذا. فمهما عمل عملية تجميل، تجي المرأة بعدين تقول له ما سويت شيء، أنا نفس الشيء. هذه النتيجة. ولكن للأسف هذه العمليات منتشرة كثير في وأنا أكرر في الخاص، في المستشفيات الخاصة، ولا أيدها أبدا. أضرارها الصحية طبعا غير أنها نتائجها ما تكون 100% للأسباب التي ذكرتها، ولكن المرأة عندما تحمل كل منطقة الحوض هذه تتعبى بالأوردة والشرايين عشان تغذي الرحم الطفل، كل منطقة مرتوية بالدم. فإذا أجريت هذه العملية بعد الولادة مباشرة، قد تتعرض المرأة لنزيف قد لا يستطيع الطبيب السيطرة عليه، بينما لو انتظر 4 إلى 6 شهور وأجراها تكون كل هذه الأوردة خلاص ضمرت، لأن ليس هناك حاجة، الطفل خرج وانتهى الحمل والولادة. فهذه أضرارها النزيف، النزيف قد يهدد الأم. أنا انتهيت الآن من الحوارات، وأحب أن أقدم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، ونحن نتشرف الليلة بوجوده معنا، وهو أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، ونشكره في بحضوره الليلة ومساعدتي في الأمور الليلة. الله يسلمك. تفضل طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة كنت مستمتعا جدا مع سعادة الدكتور أحمد حتى نسيت الوقت، وإن كان جار علي في وقته، لكني إن شاء الله سأخذ ما بين الأذان والإقامة حتى أوفي شرفنا عنده. أشكره أيضا جزيل الشكر على بيان بعض الأحكام الفقهية المتعلقة ب الولادة والتوليد، وهي غاية في الأهمية. لا أكتمكم سرا بحبتي، وأنا محضر لهذه المحاضرة، أني وقعت في حرج لسعة المولد وتشعب. العنوان كبير، أحكام الولادة والتوليد وهي كثيرة جدا،
حتى كتبت منها حوالي 20 محورا تحت كل محور عدد من المسائل، ولو أني أخذت مسألة واحدة في كل محور بالكاد سيأتي الوقت لها، ولهذا سأمر عليها على عجل بقدر ما يتسع الوقت إن شاء الله. أول المحور ما يتعلق بأحكام الفحص الطبي لأجل الحمل، سواء كان قبل حصول الحمل أو بعد حصوله. الأصل في إجراء هذه الفحوص الطبية للتأكد من مناسبة الحمل للمرأة من عدم قبل أن تحمل لا بأس به، الأصل هو الجواز إذا كان بشروطه الشرعية التي سأذكرها بعد قليل، وكذلك أيضا فحص الحمل بعد علوقه في الرحم. لكن لا بد في هذه الفحوصات الطبية المتعلقة بالمرأة سواء كانت للحمل أو غيره من شروط يجب مراعاتها، فإن تخلف منها شرط فإن المرأة تأثم بذلك. الشرط الأول إذن الولي بذهابها للطبيب أو المستشفى، فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والقوامة تقتضي طاعة زوجها بالمعروف، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وهذا من حقوقه عليها، إلا أن يكون الزوج متعنتا جاهلا لا يخاف الله عز وجل فمنعها من الفحص الذي تحتاجه أو ربما تضطر إليه، ففي هذه الحالة لا تجب طاعته لأنه قد تعسف في استعمال حقه، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يمكن الأمر إلا بمعروف، قال ولا يعصينك في معروف، يعني نساء المؤمنين، هذه في بيعة النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. لكن كان زوجها عاقلا ومنصفا واستاذنته لذلك وأرادت احتاجت إلى فحص أو إجراء عملية أو نحوها يجب أن تستاذنه ولا تخرج إلا بإذنه، كما قلت إلا إذا كان متعنتا ومنعها من الحق أو ربما كان غائبا غيبة بعيدة ولا يمكن التواصل معه أيضا فتعذر بذلك، وقد يكون أذن لها بلسان الحال أو المقال تعرف من حاله أنه لو كان موجودا واستأذنته لأذن لها. إذن هذا الشرط الأول وهو من أهم حقوق الزوج على زوجته. الشرط الثاني أن يكون الفاحص لها أو مجري العملية أو الكاشف عليها امرأة، ولا يجوز أن يفحصها رجل، هذا هو الأصل، لأن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان، وكون الرجل يفحصها ولو كان يفحص يدها أو رجلها فضلا عن بقية جسدها وعورتها فإنه مثار فتنة ومحرك لكرام الشهوة عند الرجل وعند المرأة، والرجل لا يؤمن، الرجل الأجنبي لا يؤمن على المرأة ولو كان أثقل نفس، كما قال ابن تيمية رحمه الله فإن النساء لحم على وضع، كل يشتهي من هؤلاء الرجال. فالأصل أنه لا يجوز للرجل أن يفحص المرأة ويكشف عليها ما دامت أجنبية عنه، هذا هو الأصل الشرعي. والأحاديث والآيات في هذا معلومة لكم جميعا، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالحشمة والحياة والعفة فلا يؤذين. والآيات والحديث في هذا كثيرة معروفة، بل حتى حرم الله عز وجل على المرأة أن تضرب برجليها حتى يسمع صوت الخلخال من تحت الثياب، سبحان الله يا أخوان لاحظوا، فكيف بالكشف، بل كيف بالكشف على عورتها المغلظة على بطنها وفرجها وما بين السمة والركبة فهو أعظم وأفحش والعياذ بالله. وأنا الحقيقة أتألم ألما شديدا حينما أسمع عن بعض نساء المسلمين أنهن حين يذهبن للفحص لدى الطبيب سواء كان لأمراض النساء والولادة أو غيرها يتعمدن الذهاب للرجال دون الطبيبات، لا
الأطباء من الرجال دون الطبيبات، وأحيانا تكون الطبيبة في منزلة الطبيب في الحنكة والخبرة والقدرة الطبية، وقد تكون أفضل منه. لكن مع الأسف الشديد، وخاصة يا أخوان هذا الأمر البشع الذي يستغربه كثيرا، أنها حينما تأتي للمستشفى الحكومي أو الأهلي تسأل على الأطباء والطبيبات ثم تقول أريد الرجل. بكل أسف لا أدري أين ذهب الحياء، كيف غابت الحشمة إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. بينما ولله الحمد في الجانب الآخر بعض النساء يأتيها الطلق وتكون مهيئة للولادة، فإذا علمت أن الموجود هو رجل تأبى أن يولد، ربما تولدها القابلة أو الممرضة وتأبى أن يدخل عليها رجل. فسبحان الله يا أخوان، انظر الفرق بين هاتين المرتين. مع أني يعني لا أوافق مثل هؤلاء الأخوات إذا اضطررن لرجل أن يمتنعن وربما تموت ويموت الولد، هي في حالة ضرورة وهي معذورة عند الله عز وجل، لكن الذي يحس في النفس بل والله يا أخوان يفتت الأكباد أن تجد أن بعض نساء المسلمين هي تتعمد الذهاب للرجل منذ بدء الحمل أو قبله، وتظل 9 أشهر وهي تراجع عند هذا الرجل، وربما تتبسط معه في الحديث وتتساهل بأن يكشف على عورتها المغلظة والعياذ بالله وليس معها محرم. فهذا والله لا يجوز، وهو من المنكرات العظام التي يجب إنكارها ولا يجوز السماح بها لا في المستشفيات الحكومية ولا الأهل. إذن الأصل أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يفحص المرأة الأجنبية أو يكشف عليها، فضلا عن يكشف عن عورتها المغلظة في حال متابعة الحمل أو الولادة أو نحوها. اللهم إلا في حال الاضطرار، إذا وجدت الضرورة حيث لا يوجد امرأة تفحص هذه طبيبة تفحص هذه المرأة المحتاجة أو تولدها، فالضرورات تبيح المحظورات، ويجب أن يقتصر على ما يضطر إليه دون توسع لا في الوقت ولا في القدر، وهو أيضا من الشروط التي سأذكرها. وأنا حقيقة من خلال هذه الندوة التي تنظمها الشؤون الدينية في وزارة الصحة، أتمنى من كليات الطب في بلادنا وفي العالم الإسلامي أن يجعل الأصل في تخصصات النساء والولادة للنساء فقط، إن كان ولا بد يكون السماح لبعض الرجال في أضيق الحدود، في أضيق الحدود ربما للأبحاث ونحوها أو عند الاضطرار إليها، وألا يتوسع في قبول الرجال في هذه المسألة. يعني عيب والله يا أخوانا، يعني نسمح لرجل أجنبي يفحص عشرات النساء بل عوراتهن المغلظة بحجة أنه طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، والأمة تحتاجه بتخصصات أخرى كثيرة غير هذه الأشياء الخاصة بالنساء. حتى يا أخوان تعرفون الأب وهو الأب والأخ والابن لا يجوز أن يكشف على عورة المرأة المغلظة، أليس كذلك؟ لا يحل إلا بحال الاضطرار. فكيف يسمح لرجل أجنبي ويظل يفحصها ربما يعني عشرات المرات بحجة متابعة الحمل؟ فكم من الشر والبلاء يحصل بها. نعم أنا لا يعني أقول إن كل من يفعل هذا من الأطباء أو النساء أنه يحصل منه الفتنة، لا كلا لا أتهم أحدا، لكنه لا شك مجال فتنة عظيمة لا يجوز التساهل فيه، ويجب النظر على نسائنا وحرماتنا. لكن إذا اضطر إلى الرجل فلا بأس بها، أو ربما كانت تحتاج إلى عملية يعني يكون فيها نوع من الصعوبة وفيها مخاطر، وكان الرجل الطبيب أمكن من المرأة وأكثر خبرة وكفاءة أيضا في مثل هذه الحال لا بأس، على الأقل باستشارته ومشاركته مع الطبيب. لكن أيضا لا بد من وجود محرم أو امتناع الخلوة بوجود نساء معها من محارمها وأهلها أو من غيرهم كما سأبين بعد ذلك. من الشروط والشرط الثالث التزام الحجاب الشرعي عند الحاجة للكشف لدى الطبيب. إذا اضطرت للكشف عند الطبيب سواء في أمراض النساء والولادة وغيرها من ما تحتاجها النساء للكشف أو العمليات أو غيرها، فيجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تكون بكامل حجابها الشرعي وأن لا تتساهل في هذا الأمر. وكما سمعنا في الآية
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والشرط الرابع هو عدم الخلوة للطبيب الأجنبي أو الخضوع بالقول معه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. وحسبك شرا بمجلس يكون الشيطان شريكا فيه لأهله، صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز بحجة التطبيب أو العلاج أو فحص المرأة أن يخلو هذا الطبيب ولو كان أصلح الناس وأتقاه بامرأة أجنبية عنه. كيف يا أخوان وهو يكشف على عورتها المغلقة ويسألها عن أدق الأمور التي يستحي منها حتى محارمها؟ لهذا لا تجوز الخلوة مع الطبيب الأجنبي إلا في حال اضطرار، لو كانت في خلاء ليس حولها أحد ولم يوجد إلا هذا الرجل يطبيبه فالضرورات لها أحكام. لكن أن يمكن منع الخلوة وكسرها فإن الرجل الطبيب والمرأة آثمان لو تساهل في هذا الأمر. لكن بما تزول الخلوة؟ بما تزول الخلوة؟ الأصل أن الخلوة تنتفي بوجود المحرم وهو زوج المرأة أو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد من أقاربها كابنها وأبيها وجدها وعمها وخالها ومن في حكمهم من قرابتها ممن يحرم عليها يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة من هؤلاء القرابة. هذا هو المحرم وهو الأصل الذي ينبغي أن يكون مع المرأة، لأن الرجل أقدر على حماية المرأة وصيادتها ويعطيها من الهيبة والحشمة ما لا يمكن أن يكون مع غيره من النساء أو الرجال الأجانب. لو لم يتوفر المحرم هل تنتفي الخلوة بوجود رجل آخر مع الطبيب ولو كان أجنبيا عن المرأة، أو وجود امرأة أخرى ولو لم تكن من قرابتها؟ المسألة محل اختلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا بد من وجود محرم على كل حال إلا في حال الاضطرار. الضرورة يا أخوان تقدر بقدرها، لكن في حال السعة والاختيار لا يجوز أن تذهب هذه المرأة إلا ومعها محرم مع أحد محارميها من الرجال، ما دام الذي يكشف عليها ويفحصها أو يجريها العملية من الرجال الأجانب. القول الثاني في المسألة أن الخلوة تنتفي بوجود امرأة أخرى معها، كأن تكون معها أمها أو أختها أو صديقتها أو غيرها، المهم أن يوجد امرأة أخرى تحميها وتقوي جانبها، ولو اعتدى عليها الطبيب تستطيع أن تدافع وتستغيث بمن يحميها وغيرها. والقول الثالث في المسألة أن الخلوة تنتفي بوجود رجل آخر مع الطبيب ولو كان الرجلان أجنبيين عن المرأة، وهذا قول جمع من العلماء ومذهب الحنفية وقول الشافعية وقول أيضا عند الحنابلة. واستدلوا لذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع زوجته أسماء بنت عميس، والحديث صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على زوجته أسماء فوجد عندها أناسا من بني هاشم فكره ذلك رضي الله عنه، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: يا رسول الله إني لم أرى إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا: إن الله قد برأها من ذلك، يعني من هذا الظن الذي عرض لك. سبحان الله، هذه لا شك غيرة محمودة. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: لا يدخلن رجل على مغيبة، يعني امرأة غاب عنها زوجها، إلا أن يكون معه رجل أو اثنان، إلا أن يكون معه رجل أو اثنان. فمنع أن يدخل رجل أجنبي على امرأة غير محارم
فإذا يكون معه رجل آخر أو يكونان ثلاثة معه اثنان بحيث يكونوا ثلاثة فأكثر طبعا. ويشترط أيضا في هذه الحال عندما قال بهذا القول أن يكون هؤلاء الرجال من ثقات المأمونين في الجملة، فإذا لم يتوفر المحرم ولم تتوفر امرأة أخرى فهنا قد يتسامح الأمر إذا لم تكن الخلوة بحيث يوجد رجلان معه ولو كان أجنبيين أو أكثر من ذلك. وهذا القول حقيقة له وجاهة، لكن لا شك أن الأسلم والأفضل والآمن والأبعد عن الفتنة للرجل وللمرأة أن يكون معها أحد محارمها، زوجها أو من يحرم عليه نكاحها من أقاربها على التأبيد. والمرحلة والمرتبة الثانية التي تليها أن يكون معها امرأة أو أكثر من محارمها، لأنها ستكون أكثر غيرة عليها وحرصا على الدفاع عنها مما لو كانت وحدها، أو كانت امرأة أجنبية عنها كالممرضة مثلا ومن في حكمها. لكن إن لم يتوفر معها امرأة أخرى ووجدت الممرضة أو أكثر فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به عند الحاجة، لكن لا يتساهل أيضا في هذا الأمر مع الإمكان، لأن الطبيب إذا كان فاجرا لا يخاف الله وأراد الخلوة بالمرأة وكشف ما لا يحتاج إليه يستطيع أن يصرف هذه الممرضة ويغسل هذه من عمل شيء أو يخرجها من المكتب بطريقة أو بأخرى. وهذا كما أشرت قبل قليل لا يمكن يتهم به كل طب، لكنه يحصل ربما من بعضهم، فيجب أن نتقي الله عز وجل في هذا الأمر. يعني ينبغي أن يذهب مع أحد خصوصا إذا كان سيكشف عورتها المغلظة أو سيكشف صدرها أو ظهرها، والمرأة كلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي. ولم يقل أحد من العلماء بجواز كشف الشعر والنحر والصدر والظهر والسيقان والأفخاذ للرجال الأجانب فضلا عن ما هو أشنع من ذلك من العورة المغلظة، لا يقول أحد إلا العلماء بذلك، إلا في حال الاضطرار، إلا في حال الاضطرار، فالضرورات غير المحظورات. وما يعني حرم سدا للذريعة وهي قاعدة فقهية عظيمة، يجوز للحاجة الظاهرة أو المصلحة الراجحة، لكن في غير هذا الأصل أنه لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية، لا للطبيب ولا للشيخ ولا للراقي ولا لغيرهم من الناس. إذا لم يتوفر امرأة تكون مع هذه المرأة، فالقول الثالث له أيضا وجهه وهي المرتبة الثالثة، على الأقل أن يكون مع هذا الطبيب رجل آخر ولو كان أجنبيين عنها، بحيث تنتفي الخلوة، بحيث تنتفي الخلوة. لكن لا يصح التساهل بهذا الأمر. كم يحزنني ويؤسفني أيها الأحبة أن بعض الراقين ممن يقرأ كتاب الله عز وجل على المريضة يسمونها القراءة الخاصة، يذهب ويغلق الباب عليه وعلى هذه المرأة الأجنبية. بأي دين هذا يا أخي؟ بأي شريعة؟ كيف نسمع به؟ والمصيبة أنها كثيرا من هؤلاء النساء التي يتساهلن بهذا الأمر لا تخبر زوجها، لأنها تعرف أنها على منكر، والإثم ما حكى بصدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. مثله الطبيب يا أخي، ولو كان طبيبا حالقا ماهرا مخيرا لا يجوز له ولا لها التساهل بهذا، ولا تخلو به، ولا تخلو به. أيضا لا يجوز الخضوع بالقول، لا يعني أن هذا طبيب وترجو إن شاء الله أن يكون سبب شفائها أو حصول الولد لها أو تفريج كربتها أن تتوسع معه بالكلام كأنه زوجها أو من محارمها. تتق الله عز وجل في هذا الأمر، وقد يكون هذا الرجل صالحا تقيا لكن تفتنه المرأة، أو هو يفتنها، قد تكون صالحة ثم هو يفتنها بالتوسع بالقول. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه أمهات المؤمنين وهن خير هذه الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم وخيار هذه الأمة من الصحابة، يقول عز وجل إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم صوت المرأة ليس بعورة، ولهذا قال وقلن قولا معروفا، يعني أذن بالقول المعروف بعد منع الخضوع بالقول، لكن يكون قولا معروفا معتادا ليس فيه تكسر ولا تغنج ولا خضوع، لأن الخضوع بالقول
يثير الفتنة ويحرك أوامر الشهوات ويجرئ الرجل على المرأة ويدعو إلى الفاحشة. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. جفف منابع الفتنة من أصلها وحرم كل طريق أو ذريعة يمكن أن يوصل في نهايته إلى هذه المصيبة والعياذ بالله. الشرط الخامس وهو غاية الأهمية ويحصل أيضا فيه تساهل كبير من الأطباء ومن النساء، ما دام أن الأصل تحريم كشف الطبيب أو غيره من رجال الأجانب عن المرأة إلا لحاجة كما ذكرت أو ضرورة، إن الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها قدرا ووقتا، يعني مقدارا ووقتا. مثلا المرأة يعني تعاني من يعني مشكلة في رجلها، هل يجوز أن تكشف وجهها للطبيب؟ تقول والله الضرورة في بعض المحورات، أين الضرورة بهذا؟ مشكلة في الرجل تكشف له مكان الألم في رجلها، والله المشكلة في وجهها، ما يجوز أن تكشف له شعرها ولا تكشف نحرها فضلا عن صدرها وظهرها وبقية جسدها. تشتكي من مشكلة في أحد الثديين، تكشف هذا الثدي الذي فيه مشكلة، لا تكشف الآخر الصحيح الذي لا يحتاج إليه. إذا الضرورة تقدر بقدرها، يعني وقتا وقدرا. وقتا والله يحتاج الطبيب إلى دقيقتين أو خمس دقائق للكشف، لا يجوز أن ترى يعني هذا المكان الصدر أو النحر أو الوجه مكشوفا طيلة بقائها في العيادة، والطبيب يحدثه ويكلمه، إذا انتهى من الفحص تغطي جسدها وتتقي الله عز وجل هي وإياه. إذا الضرورة تقدر بقدرها. المسألة الثانية الفحص الطبي لأجل الحمل قبل الزواج أو بعد الزواج، لا بأس بها. الأصل في هذه الفحوصات الطبية التي يراد بها الاحتياط بحيث لا يكون لدى المرأة أمراض أو موانع تمنع من الحمل أو مشكلات أو يعني التهابات أو غيره قد تؤثر عليها في حملها أو في علاقتها مع زوجها، الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، لكن بالضوابط التي ذكرتها قبل قليل. بعد الحمل أيضا المرأة محتاجة إلى الفحص، والأطباء حقيقة يؤكدون دائما على أهمية مراجعة المرأة للطبيبة، المرأة الحامل للطبيبة، بحيث يكون متابعة لهذا الحمل للتأكد من سلامة المرأة الحامل وسلامة طفلها. وهذا الحقيقة من الأشياء التي ولله الحمد يعني وفقنا فيها في هذا الزمن ويسر الله سبحانه وتعالى لنا، ولم تتيسر لأسلافنا، نحمد الله عز وجل على ذلك، بهذه الطريقة المحترفة والماهرة التي يكشف فيها عن الأمراض والحمل في أوله سواء على الجنين أو على الأم. هذا لا بأس به، الفحص بعد الزواج، بل قد يكون مندوبا إليه إذا كان فيه حماية لهذا الولد من الإجهاض أو الموت أو في فرصة لعلاج ما قد يحصل له من تشوهات أو أمراض أو نحوها قد تؤثر على حياته أو على سلامته، كما أن فيه محافظة على العلاقة الزوجية السليمة التي أساسها المودة والرحمة، وفيها أيضا الوقاية للزوجين والأولاد من الأمراض المعدية والأمراض الوراثية ونحوها، كما أن أيضا الفحص قبل الحمل أو بعده قد يكون وسيلة لمعالجة العيوب الجنسية لدى الزوجين وكذلك التشوهات الخلقية لدى الأجنة. إذا حكم الفحص الطبي قبل الزواج وبعدها الأصل هو جواز لعدم ما يمنع منه شرعا لما فيه من المصالح التي أشرت إليها قبل قليل، وهذا باتفاق الفقهاء. لكن يكون الفحص قبل الزواج، يكون واجبا في حال اشتراط الزوج ذلك على زوجته أو اشتراط الزوجة ذلك على زوجها، لأن الأصل في الشروط الجعلية التي تكون بين الزوجين الأصل فيها جواز،
كما لو شرطت عليه مهرا معينا قدرا او جنسا، او شرطت عليه ان لا يسافر بها او ان لا يسافر هو ويتركها، او شرطت عليه ان يجعلها في بيت مستقل، او شرطت عليه نفقه معينه غير النفقه الواجبه في الاصل او حتى الواجبه تريد تاكيدا لها، او شرطت عليه ان يعني يكون زواجها بعد مده كذا وهكذا، أو الزوج يشترط عليها شروطا أخرى أيضا له فيها مصلحة، فهذه الشروط في الأصل أنها جائزة، أنها جائزة. هذا من بينها اشترط الزوج على زوجته أن تفحص قبل الزواج، أو اشترط هو عليها، فيكون الوفاء بالشرط واجبا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأغلب العقود وأقدسها وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا هو عقد الزوج، فيجب الوفاء بأصل العقد وبشروطه لأنها تابعة له. وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقال المسلمون: على شروطهم لا شرطا، أحل حراما أو حرم حلالا. إذن الفحص قبل الزواج الأصل فيه الجواز، إلا في حال اشتراط أحد الزوجين فيكون واجبا بالشرط. طيب، ما حكم إلزام ولي الأمر بالفحص قبل الزواج لأجل سلامة الزوجين وسلامة الأطفال أيضا من الأمراض الوراثية والأمراض المعدية ونحوها؟ العلماء اختلفوا في حكم إلزام ولي الأمر بذلك، مع اتفاقهم على أن الفحص خصوصا مع تطور الطب اليوم وكثرة الأمراض الوراثية خصوصا بين الأقارب وفي بعض المناطق، يعني إجماع الفقهاء أنه مندوب إليه لأنه يسهم في استمرار العلاقات الزوجية وسلامتها ويعني تقوية المحبة والألفة بين الزوجين، وأيضا تحصيل أولاد يكونون إن شاء الله في الجملة يعني سليمين من العيوب الخلقية والوراثية والأمراض المعدية. لكن هل يجوز لولي الأمر أن يلزم بهذا ويمنع من عقد النكاح إلا بالفحص قبل الزواج؟ خلاف المسألة على قولين، وقول الراجح وقول جمهور أهل العلم المعاصرين أن لولي الأمر الحق بالإلزام بذلك، يجب طاعته بقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا ألزم ولي الأمر بهذا لمصلحة يراها وجبت طاعته ولا يجوز التحايل على ذلك. طيب، ما حكم الإلزام بنتائج الفحص الذي يكشف عن أمراض معدية أو وراثية أو نحو ذلك؟ مسألة أخرى، الآن يعني اتفقنا على أنه يجب طاعة ولي الأمر بوجوب الفحص، فحص الزوجين قبل الزواج بما فيه من المصالح، وطاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله. لكن إذا تبين أن في أحد الزوجين عيبا وراثيا ويتوقع ويغلب على الظن أنه سينتقل للأولاد، أو ربما ينتقل للزوجة، أو العكس في الزوجة مثل ذلك، فما حكم الإلزام بنتائج هذا الفحص؟ هل يجوز لولي الأمر أن يمنع هذا الزواج مع رغبة الطرفين بإتمامه؟ مثلا محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، بعضهم وهم قلة يرون أنه يجوز الإلزام بنتائج الفحص ومنع إتمام هذا الزواج وعقده. القول الآخر هو قول جمهور العلماء المعاصرين، وهو الذي صدر به قرار المجمع الفقهي التابع لإدارة العالم الإسلامي، أنه لا يصح الإلزام بنتائج هذا الفحص الكاشف عن أمراض معدية أو وراثية، لأن المقصود يعني هو تنبيه الزوجين لوجود هذه المشكلة، فإذا تراضيا على ذلك ورغبا في إتمام الزواج فإنهما لا يمنعان ولا يلزمان بنتائج هذا الفحص. ما مستند هؤلاء؟ ما مستند؟ يعني نعرف القواعد الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، كما هو قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: ولا تبقوا بأيديكم من التهم، وكقول عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم. الجذام نوع من الأمراض المعدية، فر من المجذوم فرارة كما الأسد أو كما تفر من الأسد، كقول عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، لما يسمى بالحجر الصحي يا أخوان
ومنع يعني. وهذا سبحان الله عظمة هذا الدين قبل أن تعرفه المستشفيات والاحتياطات الصحية الحديثة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأمر بالحجز الصحي على من يخشى أن ينتقل عدواه إلى الآخرين، خصوصا في الأمراض المستعصية. فهؤلاء يرون أنه لا يعني يجوز لولي الأمر الإلزام بنتائج هذا الفحص، وأنا أقول أنه هذا هو الأصل فعلا. لكن مع ذلك طبعا الذين يقالوا بهذا القول ماذا علموا؟ قالوا أن الفحوصات الطبية هي في الغالب الأعم احتمالية والنية ليست قطعية، قد يصل فعلا في احتمال حصول مشكلة وراثية من الأجنة الذين يشاؤون من هذا النكاح، احتمال حصول العدوى وما أشبه ذلك، ثم يريد الله عز وجل ويشفى هذا المريض من هذا البلاء قبل أن يحصل الأولاد وينتجوا منه. ربما أيضا يمكن معالجته، نعم حال وقت الأذان يمكن معالجة هذه المشكلة بالاحتياطات الطبية، وسأذكر إن شاء الله جزءا منها بعد قليل، تمنيت أن الدكتور أشار إليها حقيقة ومهمة، بحيث يتجنب التشوه الخلقي الذي يخشى منه عن طريق ما يسمى بالتلقيح الصناعي ونحوه وبعض الأدوية التي تعين على ذلك. فيبقى أن الأصل أنه لا يجوز الإلزام يعني به، لكني مع ذلك أقول لعله يفرق بينما يغلب على الظن الإصابة به أو حصول الهلاك والمرض المقعد الملازم له وما دون ذلك، وبين الأمراض الخطيرة فعلا التي تكون قاتلة ومدمرة للحياة كأن الإنسان ميت، أو لو مات كان خيرا له أريح له وليسرته، وبين ما دون ذلك. بحيث أنه في الأمراض الخطيرة يعني أفرض أنه تبين أحد الزوجين مصاب بالإيدز عفانا الله وإياه، هل نسمح لهذه المرأة السليمة الصحيحة أن تتزوجه؟ والأطباء يكادون يقطعون قطعا أن هذا المرض سينتقل للزوج أو الزوجة وينتقل للأولاد الناشئين. مثل هذا لا ينبغي التساهل فيه، ولا ينبغي حتى للأولياء أن يسمحوا بذلك، وأن نتوقف للأذى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مسألة أيضا غاية في الأهمية تتعلق بموضوع الولادة والتوليد، وهي إسقاط الجنين سواء خيف الضرر على أمه أو عليه، وفي حقيقة مسائل كثيرة. هناك الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه في أحكام الإجهاض، ولهذا لا أريد أن أتوسع فيها كثيرا لأنها متشعب، لكن سأذكر أهم المسائل وحكمها باختصار. المسألة الأولى حكم إسقاط الجنين إذا خيف الهلاك على أمه بسببه، إذا خيف الهلاك على أمه بسببه، بحيث قرر ثلاثة من الأطباء الثقات، على الأقل ثلاثة من الأطباء الثقات، أن الجنين إذا ترك في بطن أمه فإنها ستموت حسب ما يظهر لهم فعلا ويغلب على ظنهم من خلال خبراتهم الطبية. الأم مريضة ولو ترك الحمل في بطنها فإنها ستموت يقينا أو غلبت ظن. في هذه الحال اتفق العلماء المعاصرون على أنه يجوز إجهاض الجنين حفظا لحياة أمه، لأن خروج هذا الجنين حيا مظنونة، قد يموت في بطن أمه وحياة أمه متحققة يقينية، فلا يترك اليقين لأجل الشك. ثم أن المحافظة على حياة الأم أولى من المحافظة على جنين لا يدرى هل سيعيش فيخرج حيا أو يموت، أو ربما يخرج حيا ثم يموت بعد الولادة. هذا حقيقة تعارض فيه مصلحتان، مصلحة الأم ومصلحة هذا الجنين، فتفوت أدنى المصلحتين حفظا لأعلاهما، وترتكب أخف المفسدتين وهي إسقاط الجنين دفعا لأعلاهما وهو هلاك الأم. وهذا الذي صدر في قرار المجامع الفقهية، منها قرار مجمع الفقه الإسلامي
تابع لرابط العالم الإسلامي، وسأقع عليكم نص الفتوى. قالوا إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما، يعني نفخت فيه الروح، إذا كان هذا الحكم في من نفخت فيه الروح، فإذا كان يعني لم تنفخ فيه الروح يجوز إسقاطه من باب أولى لحياته. إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين، إذا لابد من جماعة يكون ثلاثة بأكثر، وأن يكونون أيضا من الثقات، وأن يكونون من المختصين، وأن يكونوا من المتخصصين بهذا المجال. إذا أجمع إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من أطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوها أم لا، دفعا لأعظم الضررين. إذن يرتكب أخف الضررين أو أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وإذا جاز إسقاطه بعد نفخ الروح فيه كما ذكرت، إسقاطه قبل نفخ الروح من باب أولى وأحرى. وجاء أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية، قالوا بعد إكمال 4 أشهر للحمل لا يحل إسقاطه بعد أن تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، يعني حياة هذا الجنين إذا أمكن استنقاذه، وكذلك حياة الأم إذا أمكن فعلا معالجتها ويسلم الاثنان معه. قال وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين. إذن هذه الحالة الأولى، إسقاط الجنين حفظا لحياة أمه، فهذا جائز بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. المسألة الثانية وهي إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه بوجود تشويه في خلقته أو مرض خطير فيه، يعني جنين تبين من خلال الفحوصات الطبية والأشعة أنه مصاب بمرض خطير يغلب على الظن أنه لا يشفى منه، أو تشوه خلقي يغلب على الظن أنه يهلك بسببه أو يعيش بعذاب شديد له ولوالديه. هذا إذا كان قبل نفخ الروح فيه، قبل إتمام 4 أشهر، نحن نعرف أن الروح تنفخ بعد 120 يوما بعد إتمام 4 أشهر، كما في حديث مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك هذه 80 يوما، ثم مضغة مثل ذلك هذه 120 يوما 4 أشهر. قال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ روحه، قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن إذا تبين أن فيه مرضا خطيرا أو تشوها يعني يؤدي إلى هلاكه بالغالب أو عذابه وعذاب أهله بسببه قبل أن تنفخ فيه الروح، قبل إتمام 4 أشهر، ففي هذه الحال على الصحيح يجوز إسقاطه، يجوز إسقاطه أخذا بغلبة الظن، ولأنه لم تنفخ فيه الروح بعد فليس له حرمة الحي، ليس له حرمة الحي، لكن لا يجوز إسقاطه أيضا إلا بتقرير لجنة تكون من 3 على الأقل، وأن يكون الأطباء الثقات المتخصصين، وبعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لعلاج هذا الجنين المشوه. إذا توفرت هذه الشروط الأربع وكان قبل نفخ الروح فيه فإنه يجوز إسقاطه، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي. أما بعد نفخ الروح فيه بعد إكمال 4 أشهر ومرور 120 يوما فلا يجوز إسقاطه مطلقا،
إلا في حال الخوف على حياة أمه كما ذكرنا في المسألة السابقة. لماذا لا يجوز إسقاطه مع أنه قد يكون هذا المرض يعني ملازما له حتى يهلكه أو يتعذب به هو وأهله؟ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على شفائه من هذا المرض قبل أن يخرج وبعد خروجه. والأمر الثاني أن تقارير الأطباء هي احتمالية ظنية لا يمكن أن تكون قطعية 100%. وكم من الحالات التي اطلعت أنا على بعضها تجد أن الطبيب يخوف هذه المسكينة وأن الطفل مشوه وعنده تشويه في مخه أو في أعضائه، وتجد أنه يعني يسبب إزعاجا شديدا لوالديه وأهله وقرابته، وربما يلح على إسقاطه بعد نفخ الروح فيه، وهذا اللي جهل هذا الطبيب مع الأسف، ثم سبحان الله يخرج سليما معافى ليس به شيء. قد يكون هذا التقرير الذي صدر من هذا الطبيب أو حتى اللجنة يعني غير دقيق، وقد يكون شفاه الله عز وجل قبل أن يخرج. وهذا كلامنا كله يا أخوان في التشوهات الخلقية الشديدة التي لا يمكن أن تكون معها حياة أو لا تكون معها حياة سوية ممكنة، يكون فيها من العذاب والأذى الشيء العظيم كما ذكرنا قبل نفخ الروح لا بأس به إذا طلب ذلك الزوجان، وهذا أيضا شرط مهم في المسألة. أما إذا رضي به فلا يجوز للطبيب أن يتصرف من دون إذنهما. أما بعد نفخ الروح فلا يصح بحال، وهذه إرادة الله عز وجل، ولا يدرى أين الخير حتى لو خرج مشوها أو مريضا، فإن في الصبر عليه ومعالجته من الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات ما الله به عليم. وأحيانا يكون إنسانا معاقا مشوها هو خير لأهله ولأمته من الأصحاء الأسوياء. مسألة أخرى أيضا وهي إسقاط الجنين في 40 يوما الأولى، ما يسميه الأطباء والفقهاء أيضا طور النطفة كما جاء في حديث المسعود، فهل هذا جائز؟ الجواب إن كان إسقاطه خوفا من الفقر والحاجة وأن الوالدين يريان أن دخلهما لا يكفي للنفقة على هذا الولد، أو كان يعني مشقة التربية ورعاية الأولاد، أو كان لفساد الزمان ويخافون على هذا الولد يعني من الفتنة أو من أن يقتل نحو ذلك، فهذا لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال أبدا. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، قدم رزق الأولاد يا أخوان على رزق الوالدين، الله الرزاق. وما من مولود بل ما من مخلوق في هذا الكون ولو كان حشرة أو ذرة إلا ورزقه على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، الله الرزاق. ليس أنت أيها الأب ولا أنت أيتها الأم، وكل مولود مولود يأتي رزقه معه من الله عز وجل، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أما إذا كان إسقاطه في 40 الأولى مرحلة النطفة لحاجة ظاهرة أو مصلحة راجحة، كان تكون الأم مريضة ويعني يؤذيها الحمل ويشق عليها مشقة غير معتادة، أو يعني تكون أيضا أولادها متتابعين وترى أنه لا تستطيع أن تقوم عليهم بالإرضاع والحضانة والمتابعة، تريد أن تأخذ راحة، أو تبين أنه في هذه المرحلة، مع أني لا أدري وهذا نسأل عنه الدكتور أحمد حفظه الله، يعني تبين وهم في مرحلة النطفة أن فيه تشوها خطيرا أو مرضا معديا، في هذه الحالة لا بأس بإسقاطه. بل من العلماء من يرى جواز إسقاط الجنين في 40 الأولى مطلقا، إن كان هذا القول حقيقة قال به بعض الفقهاء، لكن لا يصح أخذه على الإطلاق ولا يجوز التوسع في هذا الأمر. فإذا وجد مصلحة ظاهرة أو حاجة يعني معتبرة فيجوز إسقاطه في 40 الأولى، في 40 الأولى. طيب ماذا بالنسبة لإسقاط الجنين بين 40 الأولى ونفخ الروح فيه، يعني بين 40 وبين 120 وبين 120؟ هذه أغلب
لأنه الآن تحول من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة ثم المضغة. فهل يجوز إسقاط؟ هذا الخلاف حقيقة فيه قوي جدا بين الفقهاء رحمهم الله. لكن إن وجد مصلحة ظاهرة راجحة تدعو لذلك فالصحيح جوازه، وكان الزوجان يطلبان ذلك ويريدان، مثل أن يثبت الأطباء لجنة طبية أنه مشوه تشويها خطيرا أو فيه مرض قاتل، ومن مصلحة الوالدين وهذا الولد إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح، وهنا لا بأس على الصحيح أنه يجوز إسقاطه، أنه يجوز إسقاطه. من الفقهاء أيضا من أضاف إليه ما لو يعني اغتصبت المرأة وحملت من الزنا نسأل الله العافية والسلامة وأصرت على إسقاط الجنين، لا تريد أن ينسب لها ولا تزينها لأنها مغتصبة. أيضا قالوا ما إذا كان قبل نفخ الروح فيه فيجوز أيضا، لأنه الآن لم تنفخ فيه الروح ليس له حرمة الآدمي فيجوز إسقاطه. أما إذا كانت زنت العبلة باختيارها فلا يجوز أن تسقطه ولا تمكن من ذلك، لا تمكن، لأن المرأة الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأخذ يرددها، قالت يا رسول الله تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا، حامل من الزنا. فلما رأى ذلك وإصرارها على تطهيرها بالحد الشرعي وهو الرجل قال اذهبي حتى تضعي، ولم يقل أسقطي، لم يقل أسقطي، لكن إذا كانت مغتصبة فهنا يعني يتوجه القول بأنه يجوز لها إسقاطه إذا أرادت ذلك. طيب ماذا عن إسقاط الجنين الميت؟ الجنين الميت هذا يسميه الأطباء كما قرأت الإجهاض المرضي، يعني بسبب مرض في الأم أو في هذا الجنين، إذا كان فعلا ميتا فبقاؤه في الرحم خطر على أمه، والعادة سبحان الله من رحمة الله بعباده أنه إذا كان ميتا أو على وشك الموت أو في تشوهات خطيرة الغالب أنه يسقط من الله عز وجل من دون تدخل جراحي أو حتى أدوية ونحوها، لكن بفضل الله عز وجل مع تطور الطب اليوم يمكن اكتشاف موت الطفل يعني في أول حالاته قبل يعني أن يترك أياما فيموت. وبعض الأجنة والدكتور معنا يعني يفيدنا أكثر ربما يتسمم ويسبب خطرا على الأم، فيتكون المصلحة ظاهرة في إسقاطه والتعجيل بذلك، وربما يحتاج أيضا إلى ما يسمى تنظيف الرحم وما أشبه، كل هذا جائز لأنه ميت، لأنه ميت سواء يعني حقيقة أو حكما يعني في نظر الأطباء الثقات هنا يجوز إسقاطه. طيب هنا مسألة مهمة وهي حكم الدم النازل قبل إجهاض الجنين، كما ذكرنا الجنين الذي فيه تشوه أو يعني يكون ميتا يخرج من المرأة دم، أحيانا يكون حتى من المرأة الصحيحة والطفل الصحيح والجنين الصحيح يكون هناك نزيف لأن المرأة عندها مشكلة في الرحم أو عرضت نفسها للحمل ثقيل أو إجهاض نفسها أو نحو ذلك فيكون معها نزيف. فما حكم هذا الدم؟ هل يعتبر في حكم الحيض أو النفاس أو حكم الاستحامة دم الفساد؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان هذا الدم حصل مع المرأة قبل تخلق الطفل وتبين خلق الإنسان فيه من يد وعين وأنف وفم ونحو ذلك، وهذا كما يقرر العلماء ويؤكد الأطباء يحصل بعد 88 يوما أو 81 يوما، سبحان الله الغالب أنه يتبين فيه خلق الإنسان. فإذا كان قبل أن يصل 80 يوما فهو دم فساد، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع أيضا الزوج من معاشرة زوجته لأنه ليس حيضا ولا نفاسا. أما إذا كان هذا الدم بعد تبين خلق الإنسان أو تبين شيء من خلق الإنسان فيه كعينه وفمه وأنفه ويده فإن هذا الدم يعتبر دم نفاس، والدم المصاحب للولادة الذي يأتي قبلها أو مصاحبا لها أو يكون بعدها يعتبر نفاسا، هذا هو دم النفاس، هذا هو دم النفاس، فهذا يعتبر نفاسا ولهذا لا يجوز لها أن تصلي
ولا يجوز لزوجها أن يقربها حتى ينقطع الدم. مسألة أخرى تتعلق أيضا بأحكام العقد. لا شك يا أخوان أن أهم مقاصد النكاح هي تحصيل الأولاد. الله عز وجل امتن على الناس بالزوجات والأولاد في آيات كثيرة من كتابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا كان الرجل عقيما أو المرأة عقيمة هل يصح الزواج؟ نقول نعم، الزواج لا أشكال فيه، لأن له مقاصد أخرى غير تحصيل الأولاد، من حصول الإعفاف بين الزوجين والخدمة وحسن المعاشرة بينهما وإعانة كل واحد للآخر في أمور دينه ودنيا، مصالح كثيرة لا تخفى عليكم، إلا تحصين الفرج وغض البصر وما أشبه ذلك. لكن إذا كان أحد الزوجين يعلم بالعقم قبل الزواج فواجب عليه شرعا أن يخبر الطرف الآخر، لأن هذا عيب في الزواج. صحيح أن بعض الرجال كما أسمع من بعضهم يبحث عن المرأة العقيم، ربما المرأة العقيم أصبحت عملة نادرة عند بعض الرجال، لا يعني يريد أن تؤنسه وتعفه ولا يريد أن يقع في مشاكل الأولاد، وقد يكون عنده أولاد من كثر يعني في نظره. هل إذا كان راضي بذلك لا إشكال، لكن لو كانت عقيما أو هو عقيم هل يجوز لهذا العقيم أن يخفي هذا العيب على شريك حياته عن الطرف الآخر؟ لا يجوز، وهذه خيانة وغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولهذا يجب عليه أن يخبره. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل أحد السعاة يجمعون الصدقة، فلما رجع بالزكاة معه أخبره أنه تزوج امرأة من أولئك القوم الذين أخذ زكاتهم، فقال له عمر رضي الله عنه: أخبرتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبرها وخيرها، يعني إن شاءت تبقى معك وإن شاءت فيفسخ العقد لأنك غششتها، لأنك غششتها في هذا الباب. إذن نقف عند هذه إن شاء الله، بعد الصلاة لعلنا نكمل أهم الأحكام في حدود إن شاء الله ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم أترك المجال لأخينا وحبيبنا الدكتور أحمد وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله صلاة العشاء معنا وقت للسنة الراتبة إن شاء الله، بعد ما ننتهي إن شاء الله نصليها. لا نؤخر الإخوة الذين يريدون الذهاب. سمحت يا دكتور واصل؟ تفضل. جزاك الله خير. بقي من مسألة العقم، ذكرنا الحقيقة وجوب الإفصاح لمن كان عقيما، وأنه إذا أخفى هذا العيب وهو يعلم فإنه غاش للطرف الآخر، والمرأة في حال عقم الزوج مخيرة بين أن تبقى معه أو أن يفسخ العقد، ولا يرد للزوج شيء من مهرها بعد أن يدخل بها، لأن العيب جاء من قبله. أما إذا يعني كانت المرأة هي العقيمة وقد أخفت هذا العيب عن زوجها، فإن كان قبل الدخول بها فكل المهر يرد إليه، لأن العيب من قبلها وقد أخفته وخانت الأمانة، فلا تستحق شيئا، لا تستحق شيئا. أما إن كان قد دخل بها فإنه في هذه الحال يثبت لها المهر لمجرد الدخول. من المسائل المهمة في هذا الباب علاج العقم بالأدوية والعمليات الجراحية. لا بأس بعلاج العقم في بالأدوية، سواء كانت أدوية طبيعية أو العلاجات الطبيعية بالأعشاب ونحوها، أو كانت كيميائية ثبت بالتجربة نجاحها وفعاليتها، فهذا مما أمر به شرعا لأنه نوع من التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية قال: إلا الهرم، الهرم يعني كبر السن فإنه لا علاج له.
وأيضا قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فهذا لا بأس به إذا كان بالعلاجات الطبيعية الأعشاب ونحوها، أو كان بالعلاجات الكيميائية التي ثبت نفعها عبر التجربة والاختبار. أيضا معالجة العقم بالتلقيح الصناعي، هذا أيضا من المكتشفات العصر الحديث ولله الحمد، وقد كانت فرجا لكثير ممن ابتلوا بالعقم لأي سبب من الأسباب. وهذا التلقيح يعني كما قرأت في كلام الأطباء أنه نوعان داخلي وخارجي، أحيانا يكون فيه مشكلة يعني في المبيضين أو مشكلة في غشاء الرحم، ويعالج بزرع البويضة الحيوان المنوي ببويضة المرأة في داخل الرحم، فيعلق الحمل بإذن الله على جدار الرحم. وأحيانا وما يسمى بالتلقيح الصناعي الخارجي يحتاج إلى أخذ البويضات من المرأة ثم يلقح بها ماء الرجل، فإذا لقح واحد منها بإذن الله ربما طبعا في إناء خاص أو وعاء خاص يعني ببرودة معينة ودرجة حرارة معينة وبتهوية معينة، الأطباء هم يعني يعرفونه ومتخصصون في هذا المجال، قد يظل فيها يوما أو يومين أو ثلاثة أيام حتى يتأكد من التلقيح، ثم بعد ذلك يزرع في الرحم بإذن الله فيحصل منه الولد. هذا أيضا لا بأس به، لكن لابد من استصحاب الشروط التي ذكرتها في حكم الفسخ، أصلا في حكم الفحص الطبي على المرأة ذكرت لكم خمسة شروط لابد من استصحابها. أيضا يجب أن يكون هذا باتفاق الزوجين، باتفاق الزوجين، فلا يصح الافتيات على الزوج، فإذا لم يرضى لا يلزم بهذا، وهو حق الحمل هو حق له وللزوجة معا، فلا بد من رضاهما معا. كذلك يشترط في التلقيح الصناعي سواء كان داخليا أو خارجيا أن يقوم به طبيب ثقة أو طبيبة ثقة، وأن يتأكد أن هذا الماء فعلا هو ماء الزوج وأن هذه البويضة هي بويضة الزوجة، لأنه مع الأسف في الدول غير الإسلامية هناك بنوك مع الأسف للتلقيح من بويضات النساء ومني الرجال عزكم الله، فتجد أنه حينما لا يكون عنده قدرة على التلقيح بمائه أو هي عندها مشكلة في البويضات يعطونه من غيرها وهي من غير مائه، فهذا والعياذ بالله فيه اختلاط للأنساب ووضع لماء الرجل في غير موضعه الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل زرع غيره، فكيف إذا كان كله ليس له؟ هذا لا شك أنه لا يجوز. هذا من أهم الشروط أن يتأكد من أن الماء ماء الرجل ماء الزوج وأن البويضة بويضة الزوجة نفسها. هنا مسألة أيضا يعني دقيقة ومهمة جدا، وهي حكم زراعة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأجل الحمل، هنتكلم الآن عن الولادة والتوليد، أو لاستبعاد اللقيحات المشوهة حينما يكون هناك احتمال تشويه خلقي لوجود مشكلات وراثية أو ربما طارئة. نحن ذكرنا قبل قليل في بداية المحاضرة أنه لا يجوز الإلزام بنتائج الفحص الطبي إلا في الحالات الخطيرة، هذا له وجه في المنع، الأمراض المعدية كالإيدز ونحوه، لكن الأصل أنه يعطى الخيار للزوجين، فإذا اختار مع وجود احتمال التشوهات بالأنيميا المنجلية وغيرها ما تعرفونها من الأمراض الوراثية، فالأصل أن الحق لهما ولا يلزمان بنتائج الفحص. لكن أحيانا يكون زراعة الأعضاء التناسلي بعض الأعضاء أو التلقيح خارج الرحم أو داخل الرحم عبر التلقيح الصناعي الذي أشرت إليه قبل قليل يكون وسيلة بإذن الله لتجاوز هذه التشوهات، بحيث يحافظ على الأجنة السليمة والكروموسومات السليمة وتستبعد المشوهة المعيبة وينشأ الطفل بإذن الله سليما، وهذا من رحمة الله بعباده وهو جائز وهو نوع من التداوي وفيه مصلحة للزوجين وللأولاد وللمجتمع لا كما لا يخفى عليكم. لكن المشكلة إذا كانت المرأة لا تحمل لأنها عندها مشكلة في الرحم ولا علاج له إلا باستئصال الرحم وزرع رحم آخر بديلا رحم امرأة أخرى،
أو عنده مشكلة في المبايض التي تنتج البويضة، تحتاج إلى زرع مبيض، أو عنده مشكلة في المهبل نفسه، في الفرج أو في المهبل أو نحو ذلك، فما حكم زراعة هذه الأعضاء التناسلية لأجل الولد وكذلك يعني الاستمتاع بين الزوجين؟ طبعا الأعضاء التناسلية حسب ما قرأت يعني يمكن إجمالها في الرحم وأنبوب الرحم والمهبل والفرج والمبيضان، خمسة هي مؤثرة في عملية الحمل. ما حكم زرع واحد من هذه الخمسة؟ أما الفرج والمهبل صحيح أنه لا يجوز زراعته، لأن الرجل حينما يزرع هذا المهبل أو الفرج يعني بزوجته وهي ربما أنه معيب أو لم يخلق لها من حيث الأصل، يؤخذ من امرأة أخرى ولو كانت ميتة مثل ما تزرع الكلية وغيرها ويوضع لها، الحقيقة الرجل حينما يمارس المعاشرة مع زوجته هو يمارسها مع فرج امرأة أجنبية ليست زوجتها، ليس كذلك؟ ليس هو مهبل أو فرج الزوجة، فهو مثل الزنا، فلا يجوز، لا يجوز زراعة المهبل والفرج، وهذا قول جماهير العلماء المعاصرين، وشذ بعض العلماء فأجازه وقاسوا على زرع الكلية وزرع الكبد والقرنية، والحقيقة الفارق واضح جدا أن هذا الرجل الآن يمارس العملية الجنسية مع فرج امرأة أجنبية عن ليست زوجته، وإن كان وضع في زوجته وركب فيها. أيضا البقية الرحم وأنبوب الرحم والمبيضان في حكمها يعني الحكم يختلف باختلاف الآثار، إذا كان يعني يختلف إلى قسمين، الأول الزرع ما يحمل الصفات الوراثية وهو المبيض، والمرأة في العادة فيها مبيضة، فهذا سبحان الله ينقل الصفات الوراثية من هذه المرأة صاحبة المبيضين، فهذا صدرت فيه الفتاوى الشرعية ومجامع القرارات المجامع الفقهية أنه لا يجوز زراعته، لا يجوز زراعته لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فلا يصح زراعة المبيض ولو كان واحد لا يصح، مع ما فيها أيضا من يعني التلاعب بخلقة الله عز وجل وما يحصل فيه من كشف العورات وغير ذلك، أشياء أخرى قد تجوز عند الضرورة، لكن المشكلة أن المبيض يحمل الصفات الوراثية من صاحبة المبيض الأصلية وهي غير هذه الزوجة التي حملت به، فهذا لا يجوز. أما الرحم وإنبوب الرحم وما أشبه ذلك فالمسألة محل خلاف، والراجح وقول جمهور أهل العلم أنه يجوز زراعته لأنه لا يحمل صفات وراثية، هو مجرد وعاء، وحكمه حكم زرع الكلية والكبد والقرنية وبقية الأعضاء من جسم الإنسان، مع وجوب مراعاة الشروط المعروفة في زراعة الأعضاء. إذن زراعة الأعضاء التناسلية الأنثوية كما ذكرت قسمان، ما يحمل صفات وراثية وهو المبيض فهذا لا يجوز، والثاني ما لا يحمل صفات وراثية فيجوز ما عدا الفرج والمهبل، فهذا لا يصح من جهة أخرى لأنه نوع من الزنا والعياذ بالله واستمتاع بغير الزوجة. الحادي عشر اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية، مسألة حقيقية غاية في الأهمية، اللي مع تطور الطب اليوم أصبح يعني بالإمكان في أحيان كثيرة اختيار جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى. أما إن كان هذا بالعلاجات الطبيعية أو الكيميائية المصنعة التي يعني تعاطى عبر الوريد أو عبر الفم فالصحيح جوازها، وهذا من التداوي وتعاطي الأسباب الشرعية المباحة. أما إذا كان عن طريق التلقيح الصناعي حتى تستبعد الكروموسومات الأنثوية ويوضع الذكرية وحدها، فهذا الحقيقة فيه يعني تدخل بخلقة الله عز وجل وحكمته في هذا الكون، ولو فتح فيه الباب لوجد ربما دول لا يوجد فيها إلا ذكور ودول لا يوجد فيها إلا إناث،
أو اختلفت النسبة بين الذكور والإناث، والله عز وجل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ولهذا صدرت قرارات المجامع الفقهية أنه لا يجوز التلقيح الصناعي إذا كان لاختيار جنس الجنين، لما يترتب عليه من آثار سيئة على الإنسانية كلها وعلى المجتمع، مع ما فيها أيضا من كشف العورات وأيضا إمكانية صلى الله العافية التلاعب بالماء الرجل وبويضة المرأة حتى تجعل من رجل أجنبي أو امرأة أجنبية ونحو ذلك. لكن في الأشياء الطبيعية أو ربما اختيار أوقات الجماع، إذا هذه مؤثرة حسب أهل الخبرة والتجربة، أو كيفية الجماع، هذا لا بأس بها كلها، وليس فيها يعني تلاعب بخلقة الله عز وجل أو تدخل، بخلاف ما يسمى بالتلقيح الصناعي لاختيار جنس الجنين. طبعا أحيانا نحتاج للتلقيح الصناعي بالإضافة للحمل لأجل تجنب الأمراض الوراثية، تجنب الأمراض الوراثية والتشوهات، هذا لا بأس به، هذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إذا يعني فعلا تورط الرجل بهذه المرأة وتورطت به، وكان فعلا يعني زواج أحدهم الآخر في الأصل غير مناسب لأن وجود المشكلات الوراثية التي تنتقل للأولاد، فأوجد الله مخرجا لهم ولله الحمد الآن بالتلقيح الصناعي، وهذا أشرت إليه قبل قليل، لا حرج فيه لأنه نوع من العلاج. مسألة أخرى أيضا منع الحمل أو تنظيم الحمل، مسألتان مختلفتان اختلافا جذريا. منع الحمل يكون بقطع المبيض، المبيضين أو قطع الرحم، أو ربما إغلاق المبيضين بطريقة لا يمكن استدراكها فتحها مستقبلا، هذا لا يجوز إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم، خطر بحيث يخشى لو حصل الحمل أن تموت. فنحن قررنا يعني في بداية المحاضرة أنه حتى لو حصل الحمل وغلب على الظن أو تيقن أن الأم ستموت أو ترك الحمل فيسقط، فكونه يمنع من البداية درءا لهذه المفسدة الظاهرة فمن باب أولى وأحرى. أما إذا كان قطعه لأنه والله كما أشار الدكتور قبل قليل أصبحت عادة في لدى غير المسلمين مع الأسف وانتقل في بعض المسلمين، يكفينا ولد أو ولدان ولا نريد أولادا، هذا لا يجوز شرعا ولا يحل. وكم من أسرة فعلت ذلك وتعدت حدود الله عز وجل بقطع الحمل ومنعه، ثم ندمت ندما شديدا إما بموت هؤلاء الأولاد الذين كانوا معهم أو رغبتهم بوجود زيادة معهم فلا يستطيعون، مع ما فيه كما ذكرت حقيقة من الـ يعني معارضة المقصد الشرعي لتحصيل الأولاد ومباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة هذه الأمة. أما إذا كان المقصود به تنظيم الحمل بحيث يتأخر الحمل سنة أو سنتين أو خمس سنوات أو أكثر أو أقل، ويأخذ بعض موانع الحمل المؤقتة، فهذه لا بأس بها خصوصا عند الحاجة لذلك، ولكن لا يجوز أخذها إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج، لا يجوز المرأة أن تفتاتح عليه وتفعل ذلك من دون إذنه، إلا أن يعني يكون فيه عليها ضرر ظاهر ربما تموت بسببه، فهنا لا يحتاج إلى إذن الزوج. إذا أصر وركب رأسه ولا يهمه أن تحيا أو تموت، فهنا يعني حقها أن تتدارك الهلاك الذي يتوقع في حقها من قبل الأطباء الثقات ولو أصر الزوج على عدم أخذ هذه الموانع. أشار الدكتور وفقه الله العمليات القيصرية، وهي يعني الأصل فيها الجواز عند الحاجة إليها أو الاضطرار إليها. ومن المؤسف المحزن أن أضيف لكلام الدكتور، هو أشار إلى تساهل بعض النساء وجهلهن مع الأسف، أحيانا تريد العملية القيصرية لتبقى يعني كأنها يعني بكر أو مناسبة لزوجها لم تلد، أحيانا تفعلها استعجالا، وأحيانا لا تريد آلام الحمل آلام الولادة، وأحيانا مع الأسف كما أشرت هذا عجيب تريد أن يعني تعجب العملية القيصرية لأجل إجازة أمومة وغيره، هذا حقيقة من العبث ومن الجهل العظيم مع الأسف الشديد. وهنا دور الأطباء حقيقة في التوعية والتنبيه على خطورة العمليات القيصرية، وإن كانت أصبحت مع الأسف
يعني سائدة في كثير من عمليات الولادة. لكن أضيف إليه أنه مع الأسف الشديد بعض الأطباء ممن لا يخافون الله ولا يتقونه، لا يهمهم مصلحة هذه المرأة ومصلحة أسرتها، وإنما يهمه الكسب المادي، كم سيحصل من وراء هذه العملية القيصرية، أو كم من يعني الخبرة التي ستسجل له، يعني كما يسمونه كريدت، يعني في سجله الطبي من خلال إجراء هذه العمليات. ولهذا والعياذ بالله تجد بعض هذه المستشفيات مثل المقاصد، كل امرأة تأتي مباشرة العملية القيصرية لأدنى سبب. هذه حقيقة خيانة للأمانة وغش للمريض ومتاجرة بصحة المريض وهو لا يدري. ومثل هؤلاء حقيقة يجب أن يؤدبوا وأن تنزل بهم أقصى العقوبات، وألا يلجأ للعملية القيصرية إلا في حال الضرورة القصوى، بحيث يعني يخشى على المرأة وعلى جنينها من الهلاك. أما في الحالات العادية يجب على الطبيب أن يمتنع حتى لو طلبت المرأة منه ذلك أو زوجها، يجب أن يمتنع ولا يقبل بهذا. هذه حقيقة من أخلاقيات الطب المهمة، لا يكون عونا لهم على فعل ما حرم الله عز وجل وما في ضرر عليهم. ونحن نعلم أن ارتكاب ما في ضرر من دون ما داع يدعو لذلك هو حرام، لا ضرر ولا ضرار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هنا أشار الدكتور إلى العمليات بلا ألم، يعني هذا أيضا من رحمة الله بعباده، يعني مع أنه كما أشار الدكتور لا يكاد يوجد عملية من هذه العمليات أو علاج يعني بهذه الطرق الطبية الحديثة إلا وله أثار جانبية، غالبا قد تكون خفيفة وقد تكون شديدة. ويعني من أفضلها كما أشار الدكتور وأنا قرأت عن الإبرة التي تكون في الظهر، وإذا وضعت في محلها ومن طبيب ماهر في مجال التخدير لا تحس المرأة فعلا بشيء من الألم. لكن الخطورة كما قرأت في هذه أن أحيانا يعني يكون في مشكلة في الأعصاب لدى الأم ولدى هذه المرأة، وأحيانا تصاب بالشلل الكامل، يعني ليست بهذه السهولة التي تصورها بعض الناس. ومن جانب آخر إذا كانت عند طبيب حاذق فالأصل إن شاء الله هو السلام، لكن يجب أيضا أن تعرف المرأة ويعرف زوجها هذه المخاطر قبل أن تجرى له. أما الكمامة التي توضع على الأنف هذه يبدو لأنها الحمد لله يسيرة وليس لها آثار تذكر، وهي من رحمة الله أن يوجد هذا التخفيف من الألم. تخدير أحيانا أسفل الجسم يعني بتخدير الموضعي ربما أيضا يساعد إذا لم يكن له آثار جانبية، فهذا أيضا لا بأس به في الأصل. الولادة التحريضية التي أشار إليها الدكتور إذا كان هناك سبب يدعو لذلك، كأن يكون هناك خوف على الجنين أو على الأم، وفعلا يعني الجنين يعني آن أوان ولادته أو شك، فلا بأس بأخذ الوسائل التحريضية التي تثير الطلق عند المرأة وتلد بإذن الله ولادة طبيعية. أشار الدكتور لعمليات التجميل بعد الولادة وأنا أتفق معه، يعني هذه جريمة والله يا أخوان في حق المرأة. وتجد هذا الطبيب الذي لا يخاف الله أو الطبيبة تأتي وتنصحها بهذه العملية، والأمر يعني يكون مرة واحدة وستترجعين أفضل مما كنت، ومن هذا الكلام الذي تخادع فيه نساء المسلمين مع الأسف. هذا يعني إجرام وظلم، ويجب أن يكون هناك رقابة من قبل وزارات الصحة، وزارة الصحة والإدارات المستشفيات على مثل يعني هؤلاء الأطباء الذين لا يخافون الله، ويكون في أيضا توعية وتثقيف في هذا المجال. أما عملية الخياطة عند حصول شق ونحو ذلك، أو حتى الشق كما أشار الدكتور عند الحاجة إليه والأكثر الغالب، هذا لا بأس به، هو لمصلحة المرأة ومصلحة الجنين أيضا، فالأصل هو الجواز. بقي مسألة أخيرة، بقي مسألة أخيرة الإخوان يعني طلبوها مني، مسألة العدة والصلاة بالنسبة والطلاق والحج وما أشبه ذلك بالنسبة للمرأة الحامل أو النفساء. نحن نعرف أن عدة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها إذا كانت حاملا هو وضع الحمل، كما قال الله عز وجل في سياق عدة المطلقات وأولات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. حتى لو أنها وضعت بعد
موت زوجها أو طلاقه لها بيوم واحد أو ساعة واحدة فإنها تخرج من العدة وتخرج من الحداد في عدة الوفاة. ويدل عليه حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ولدت بعد وفاة زوجها بيومين، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، يعقد عليها حتى وهي نفساء، انتهت العدة علاقتها بالرجل الأول بوضع الحمل ولا يصريها. وأولاة الأحمال وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، هذا أجل العدة، لا عدة الوفاة وعدة الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين قال في سبايا أوطاس وهو واد في بلاد هوازن قال لا توطأ حامل حتى تضع، هذه عدتها، إذا وضعت الحمل فإنه يحل وطؤها بعد أن تطهر من الدم من النفاس. قال ولا حائل حتى تحيض. مسألة الصلاة والحج تعرفون أن المرأة النفساء لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم في رمضان مثل الحيض حتى تطهر، وليس حتى تتم 40 يوما، قد تطهر كثير من النساء بعد 10 أيام أو 20 يوما أو 30 يوما، فإذا انقطع الدم تماما والكدرة والصفرة وطهرات الطهر الكامل ولو بعد 10 أيام فهي طاهرة ويجب عليها الصلاة والصوم في رمضان وتحل لزوجها وكل الأحكام الطاهرات تكون في حقها. أما إذا استمر مع الدم إلى 40 يوما، وهذا هو الغالب في النفاس، هذا أغلب مدة النفاس عند النساء، فإنها ما دام الدم معها تعتبر نفساء. ما الحكم إذا زاد عند 40، استمر إلى 42 أو 45 أو 50 يوما؟ هذا يحصل أحيانا بعض النساء. الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تزال نفساء ما دام الدم مستمرا معها حتى لو زادت عن 40 فهي نفساء، لا تحل لها الصلاة ولا الصوم في رمضان ولا غيرها من أنواع الصيام، يعني لا الصلاة النافلة والصوم النفل ولا المفروض، كله حرام على المرأة الحائض والنفساء كما تعلمون، إلا إذا استمر معها الدم زاد يعني عن المعتاد، استمر معها 80 يوما أو 100 يوم، هنا تفحص عند الأطباء، والغالب أنه لا يستمر أكثر من 60 يوما إلا لوجود خلل، لوجود نزيف داخلي ونحوه، فإذا قررت الطبيبة أنه فعلا لوجود مشكلة زيادة الدم حتى بعد 40 فإنه يعتبر دم فساد وتطهر بعد 40 ويلزمها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم في رمضان وتحل لزوجها أيضا لأنه دم فساد. بالنسبة للحج تعرفون أن الحائض والنفساء يجوز لهم الحج كسائر النساء الطاهرات، فهي تحرم من الميقات وإن شاءت اشترطت إذا خشيت ألا تكمل حجها أو عمرتها، وكل شيء يشرع لها في الحج والعمرة ما عدا الطواف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت بعد إحرامها بالحج والعمرة، يعني أرادت أن تحج متمتعة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي كل شيء أو كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فهي لا يجوز لها الطواف بالبيت حتى تطهر من حيضها أو نفاسها، ثم بعد ذلك تطوف حتى لو تأخر النفاس معها وانتهى شهر ذي الحجة، الحمد لله تطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع حتى بعد شهر ذي الحجة، فإن طهرت قبل ذلك فهو خير، وتفعل كل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ومن رمي الجمار وجميع أحكام الحج. في العمرة أيضا لا يجوز أن تطوف أو تسعى أو تقصر حتى تطهر إلا في حال الضرورة سواء في الحج أو العمرة، لو كان معها رفقة لا يستطيعون أن ينتظروا، أو تكون جاءت على الطائرة من مكان بعيد أو خارج المملكة ولا تستطيع العودة، ففي هذه الحال للاضطرار يجوز لها أن تغتسل وهي حائض ونفساء وتستثفر بشيء حتى لا يقع الدم منها، ويجوز أن تطوف وهي حائض للضرورة. أما إذا كانت تستطيع أن تبقى حتى تطهر أو أن تعود وهي قريبة من مكة فهنا لا يجوز لها الطواف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا سعادة الدكتور، فطوة أفتنا الله سلمك. في عدة أسئلة سنحاول لقصر الوقت نجاوبها بسرعة. أحد الأخوان سأل نرجو إعادة علامات المخاض الطبيعي والصناعي،
قلت المخاض الطبيعي هي البدء، هو المخاض هو ما قبل الولادة، عملية الولادة. والمخاض إما ألم في البطن المرأة شديد إذا كانت نائمة تنتبه من نومها، تتحجر البطن لمدة ثواني أو دقيقة نصف دقيقة وبعدين يذهب الألم هذا. إذا شاف لاحظت الألم هذا تكرر تعرف أن هذه علامة ولادة، يجب تذهب للمستشفى. أو ما شعرت بالألم هذا، إنما شعرت بإفرازات مخاط مع دم، هذه علامة ثانية. العلامة الثالثة لا ألم ولا دم مخاط مع دم، إنما فقط الماء ينفجر، ماء الكيس اللي هو الطفل موجود في داخل كيس، والكيس هذا داخله ماء. إذا تفك الكيس هذا وانطلقت الماء تعرف أن هذه علامة ولادة، يجب أن تذهب إلى المستشفى بسرعة، لأنه هذه إحدى العلامات، وخاصة إذا كانت ولدت عدة مرات قبل هذا الحمل، فيجب أن تذهب بسرعة إلى المستشفى، لأنه ممكن أن الولادة تحدث بسرعة. السؤال الثاني، فضلا أعد وقت الإخصاب للمرأة عن المرأة عند تكون البويضة جاهزة للحمل. كما ذكرت معظم النساء دورتهم 28 يوم، يعني من أول يوم ترى فيها الدم إلى أول يوم ترى فيها الدم ثاني مرة 28 يوم، نصف 28 14. اليوم 14 تنطلق البويضة. إذا صادفت في الرحم حيوان منوي تتلقح، فهي اليوم 14 هو انطلاق البويضة، وهنا يوم الإخصاب. يعني إذا السؤال إنه متى ممكن أيام الإخصاب، إذا جامعت في هذه الأيام ممكن يصير حمل. البويضة تنطلق يوم 12 ليلة 13 إذا كانت دورتها 28 يوم منتظمة، يوم 13 و14 و15 و16، الأربع الأيام هذه إذا صار فيها جماع على الأقل مرتين خلال اليومين هذه ممكن بإذن الله يصير في حمل. ليش؟ لأنه الحيوانات المنوية تعيش في رحم المرأة أكثر من 24 ساعة، إلى 48 ساعة تعيش الحيوانات المنوية. يعني إذا صار الآن جماع وما انطلقت البويضة إلا بعد ثاني يوم ممكن تتلقح. ما هي أضرار حبوب الحمل؟ أضرار حبوب منع الحمل، طبعا حبوب منع الحمل لها أضرار طبعا، لكن إذا طبعا نحن نمنع المريضات إلا في عندهم أمراض خاصة، مثلا جاتهم سابق جلطات، عندهم مرض في الكبد، عندهم مرض في القلب، هذا نمنعهم ونعطيهم كبديل حبوب يسموها الناس يعني حبوب الرضاعة، اللي هي ممكن تأخذها إذا كان عندها أي موانع للحبوب العادية. هنا سؤال بيقول، طبعا هو السؤال المفروض للشيخ لكن أنا حاجاوب الشق الطبي منه، ما حكم ختان الإناث؟ طبعا فقط أبغى أشرح لكم أنه الختان، ماذا يجرى للمرأة في عملية الختان؟ يقطع البظر، هذا الختان، والبظر يقابل عند الرجل رأس الذكر. أتخيل إذا أزلت رأس الذكر عند الرجل لا يمكن يستمتع بالجماع، لأنه كل الأعصاب تنتهي في رأس الذكر، وهو اللي يسبب الإحساس باللذة الجماع والقذف. فإذا عند المرأة أزلت البظر معناه أنه فقدتها أي لذة للجماع. والحمد لله في عندنا هنا في بلدنا لا يجرى ختان الإناث أبدا، لا أعلم في منطقة يجرى فيها ختان الإناث. أعرف في أفريقيا، في جنوب أفريقيا يجرى هذا الشيء، وهو أنا أعتقد حاجة لا تجوز، لكن هذا طبعا الشيخ سيقول لكم عليها. متى تكون فتحة الرحم التي تؤكد وجود ولادة في الحال؟ الرحم إذا وصل 10 سنتيمتر
معناته خلاص الراس بعدها بنص ساعة أو ساعة يطلع الراس ويطلع الطفل 10 سنتي. هل إذا كانت أول ولادة للزوجة قيصرية فهل هذا يعني أن ولادتها بعد ذلك ستكون قيصرية؟ الاحتمال كبير جدا إذا سوينا قيصرية واحدة أول ولادة قيصرية احتمال إلى 50% 60% راح تلد قيصرية ثاني مرة، وإذا ولدت قيصريتين ستلد قيصرية طول حياتها. ما حكم أخذ بعض العقاقير لتأجيل حدوث الحمل لعامين أو أكثر؟ هذه يتركها أنا للشيخ. هل يجوز استعمال العزل بأن يقذف الرجل خارج فرج المرأة؟ هذه حدث أثناء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليه الصحابة. هل هناك رقابة على المستشفيات الخاصة على عمليات التجميل أو ترقيع الشعر بكارة؟ لا أعتقد أن هناك رقابة على المستشفيات، لكن هذه طبعا لأنه ممكن الطبيب يعمل أي عملية تكون ممنوعة، ولكن ما يراقب غير الله وضميره يعني. ولكن أنا ليس لي علم برقابة على ترقيع شغل بكارة، وأعتقد لا، الحمد لله ما أعتقد في سنوات 36 خبرة في هذا التخصص لم أسمع عن حالة واحدة أبدا. هل هناك رقابة على كل ملفات المريضات اللواتي يلدن في المستشفيات العامة والخاصة في العمل والنتائج بعد الولادة، ومحاسبة من أخطأ، وهل تقبل شكاوي المريضات؟ طبعا في أي مستشفى يوجد مكتب خاص يتلقى الشكاوي ولجان محلية في المستشفى، ثم تنقل إلى لجان أعلى فأعلى إلى وزارة الصحة إلى اللجنة الطبية الشرعية. ما هو أخطر شهر للولادة؟ هل هو الشهر السادس أو السابع؟ طبعا نسميه الطفل إذا ولد قبل لا يكون قادر على الحياة خارج الرحم يسمى طفل خديج. قبل تحسن الخدمات الصحية، وأقصد فيها وحدات العناية المركزة للمواليد حديثي الولادة، كان الطفل اللي يولد هذا قبل 30 سنة اللي يولد قبل نهاية السادس مفقود منه الأمل. الآن مع تحسن الخدمات الصحية رجع هذا المعدل إلى وصل إلى 24. اللي يولد بعد 24 أسبوع ووزنه 500 جرام نص كيلو ممكن يعيش. أنا أعرف بعد اللي ولده عندنا 500 جرام الآن أطباء، ولم يكمل أكمل الخامس بس. وفي المجلات العالمية لما نقرأها في مولود ولد 200 جرام 300 جرام وعاش، لكن هذا شاذ ليس قاعدة. فالآن مع تحسن الحمد لله حتى عندنا هنا في المملكة العربية السعودية تحسنت الخدمات جدا، وأصبح الطفل إذا ولد بعد الأسبوع 24 هذا الطفل ممكن يعيش إلى 30% حظه في الحياة يعني إذا ربنا أراد له الحياة. تشوهات الأجنة، هل هو عدم الفحص ما قبل الزواج؟ لا، نحن الآن أجرينا بحث مدعوم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، درسنا فيه 30,000 حالة من الحالة. كل ولادة عندنا في المستشفى العسكري عندنا 10,000 ولادة في السنة، عملنا 3 سنين مسح 30,000 ولادة لدراسة التشوهات الخلقية عموما، وللأسف وجدنا عندنا في المملكة نسبة أعلى من العالم. درسنا الأسباب، لقينا أول شيء زواج الأقارب. عندنا من الشريحة اللي درسناها 50% من الزيجات عندنا زيجات أقارب، معظمها ولد العم يعني الدرجة الأولى، قريب من الدرجة الأولى، ولد العم ولد الخال ولد خالة، والباقي من الدرجة الثانية يعني الأبوين أولاد عم. هذه من أهم الأسباب، لأنه ممكن يكون مرض وراثي يدور في العائلة أو في ما يعني محيط العائلة الكبير،
وإذا تزوجوا من بعض يفضل هذا المرض الوراثي يدور ويعيد نفسه ويعيد نفسه، فهذه واحدة من الأسباب. ثانيا الأمراض، مرض السكر، تعرفوا نحن عندنا 25% مننا مصاب بالسكر، 25% يعني الربع بالضبط. فطبعا الأمراض السكر بتسبب تشوهات برضو. حاجة مهمة كمان للي عنده بنات مقبلين على الزواج، ينصحهم يأخذوا حامض الفوليك. حامض الفوليك مليان في الصيدليات وفي المستشفيات، دواء جدا رخيص، وبإذن الله هذا يمنع تشوهات الجهاز العصبي. لازم يأخذوه الآن حتى لو ما بتحمل إلا بعد سنة، أو إذا أحد عنده بنت بتتزوج بعد شهر إن شاء الله ولا شهرين، يقول لها أبدأ الآن خذي حامض الفوليك عشان نمنع تشوهات الجهاز العصبي، وجدنا نسبة عالية منها. فهذه الأسباب. طبعا صح زي ما أشار الدكتور أنه في تقنية الكشف عن الأمراض الوراثية في أطفال الأنابيب، يلقحوا البويضة وإذا وصلت إلى 8 خلايا يأخذوا خلية واختبروها وشوفوا هل فيها المرض الفلاني ولا لا، وما إذا ما يردوا إلا السليمة. لكن هذه تقنية صعبة وما تقدر تكشف إلا عن أمراض معينة قليلة جدا، مو عن كل مرض زي ما الناس يتخيلوا أنه إذا أنا أخذت بويضة وفحصتها خلاص قالوا لي ما فيكم أي شيء وراثي. لا، هم أصلا ما يجروا هذا الفحص إلا إذا قلت لهم نحن عندنا في العائلة هالمرض الفلاني ومعروف الشفرة حقته، يقوم يكشفوا لك على الشفرة نفسها. لكن ممكن في آلاف الأمراض الثانية ما يقدر يكشف عليها. لكن هذه طبعا حاجة مهمة استفادوا منها ناس كثير. في نعرف نحن مسجلين عوائل فيهم مرض معين دائما يتكرر، فنحولهم على المستشفى التخصصي وسوي لهم أطفال أنابيب، وقبل لا يرجعوا البويضة الملقحة لما تتكاثر توصل 8 خلايا يأخذوا خلية ويختبروها على المرض المسجل عندهم. كيف مسجل؟ إنه عندهم ولد ولا بنت مصابة بالمرض وعايشة لسه ولا عايش، يأخذوا من الدم ويدرس الشفرة وسجلوها، يقولوا هذه الشفرة حقتكم، هذه المشكلة حقتكم. فإذا سوى الطفل أنابيب يكشف عن الشفرة هذه، يقول لهم هذه ترى الطفل سليم، يرجعوه. في بعض الأدوية ممكن تسبب طبعا تشوهات، زي مثلا أدوية الصرع، إذا الوحدة عندها صرع وبتأخذ الأدوية حق الصرع قبل لا تحمل لازم تروح لطبيبها حق الصرع تقول له ترى أنا ناوي أحمل. هي المشكلة عندنا طبعا ما في عندنا من نساءنا يخططوا للحمل، كل واحدة تقول والله صدفة وحملت. لكن اللي عندهم أمراض لازم يخططوا للحمل، تأخذ مانع الحمل إلين تبغى تحمل، تقول يلا أنا أبغى أحمل، تروح للطبيب تراجع تقول أنا ترى أبغى أحمل وعندي مشكلة الفلانية الفلانية. هل العمليات التجميلية بعد الولادة هي فقط عمليات الخياطة لتضييق المهبل؟ أيوة، هي فقط بعد الولادة هي تضييق المهبل. طيب آخر إجابة للسؤال، ما هو الفحص ما قبل الزواج؟ تقدر الدكتور عبد العزيز أجاب على هذا السؤال. طبعا هي المرض غير الالتهابات، الكبد الوبائي، نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وبعدين الثلاسيميا اللي هو المرض هذه فقر الدم المنجلي. عندنا طبعا مشكلة في فقر الدم المنجلي في المنطقة الشرقية وفي الجنوب، هذه المناطق الاثنين موجود بكثرة هذا المرض اللي هو فقر الدم المنجلي، الثلاسيميا والأنيميا المنجلية. وهذول اللي هم راح يستفيدوا من الكشف ما قبل الزواج، يقولوا لهم ترى انتبه زوجتك عندها وانت عندك، معناته لازم يجيك طفل، ممكن يجيك طفل في المنجلية، فانتبهوا. إذا أنتم ناويين تتزوجوا لازم تراجعوا التخصصي، يسووا لكم تلقيح الأنابيب وشوفوا هذه النطفة هذه قبل أرجعها في رحم المرأة هل هي مصابة ولا ما هي مصابة. إذا ما هي مصابة رجعوها، لأن الطفل لما يجي عنده فقر الدم المنجلي
طبعا حياته عذاب يعني، بتعذب كثير وتعذب الأهل معه. إذا جات الحالات يعني الأزمات بيكون في ألم شديد، ويعني حياته ما هي عذاب، وأهله تعذبوا لما يشوفوه. فهذه طبعا ربنا سخر لنا هذا العلم ونستفيد منه يعني من هالآية. طيب أنا أختم اللقاء وطولنا عليكم، معليش. في أسئلة أجيب عليها، في أسئلة ثانية للشيخ. أنا عندي ثلاثة أسئلة حق حكم الختان. أي الختان أبشر، هذا هو حل الرابع. إذا نبدأ به موضوع الختان لنا، أشار الدكتور شو معنى الختان لنا. الختان يتكلم عن الفقهاء رحمة الله عليهم، ليس قطع البذور كاملا، وإن كان مع الأسف في الممارسات نعم هذا موجود، هذا من البلاء العظيم، وفيه إساءة للشريعة بسبب إساءة استخدام الحكم الشرعي بطريقة غير مهنية غير صحية. اللي يتكلم عن الفقهاء قطع شيء من البذور الذي يقطع كعرف الدين كما يعرفونه لأجل تخفيف غلمة الشهوة عند المرأة. من ممارسات تحصل كما أشار إليها في مصر وعدد من الدول الأفريقية، يعني مع الأسف أحيانا تصل قطع البذور كاملا، وهذه جريمة حقيقة وجناية على المرأة، وأحيانا تكون بطرق غير طبية لتسبب عنها النزيف الذي يؤدي إلى وفاة المرأة أو حصول أمراض فيها بسبب ذلك. فهذا لا أشك في تحريمه إذا كان بطريقة غير مهنية غير طبية، أو يزيل البذرة كاملا، فهذا لا أشك في تحريمه لأن ضرره ظاهر ومفسدته قطعية. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، والقاعدة الشرعية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن ما عدا ذلك أن يكون يعني الختان قطع شيء يسير لتخفيف غلمة الشهوة عند المرأة وبطرق طبية مهنية معتمدة لا يترتب عليها عادة ضرر بالمرأة، فهذا بإجماع العلماء جائز. انتبهوا معي، هذه القضية غاية في الأهمية. لا أعرف أحد من علماء الأمة يقول بتحريمها إلا بعض أحد المعاصرين في الأزهر وأجروا فتوى عجيبة، لكن اختلفوا بعد اتفاقهم على جوازه هل هو واجب أو هو مستحب أو هو مكرمة، خلاف في المسألة، أو هو مباح فقط. هذا هو خلافهم، لكن لا أحد من العلماء يقول بأن ختان الإناث محرم مطلقا على كل حال. هذه قضية لا بد أن تفهم. لكن إذا كان يترتب عليه ضرر أو يمارس بطريقة يعني غير شرعية وغير مهنية فهو حرام لا شك، ويجب أن يمنع ويؤخذ على أيدي هؤلاء الختانين الذين لا يخافون الله ولا يحسنون. ويبقى أرجح الأقوال أنه جائز، أنه جائز، ولكن الحمد لله بالنسبة لنا في الخليج نحن لا نعرفه، لعلها نعمة حتى نسلم من المضاعفات والإشكالات والممارسات غير الشرعية، فقد سلمنا من المشكلات. لكن من يمارسونه في من إخواننا المسلمين في خاصة في أفريقيا ومصر ودول المغرب العربي وغيره كثرة يمارسون، هل يجوز نؤثمهم؟ نقول أنتم آثمون وهذا حرام؟ لا، أصله هو الجواز، ولكن نقول لهم الأولى تركه، خصوصا بالدول الفقيرة التي ليس فيها احتياطات طبية. ونحن في بلادنا ولله الحمد كل مجتمع نشأ على هذا جيلا يثرى جيلا، لا نعرف الختان ولا نرى إلا خيرا، فهو جائز وإن كان الأولى تركه. هذا يقول الامرأة طهرت قبل العصر نصف ساعة تصلي الظهر العصر، نعم أدرك الشيء من وقت العصر ولو مقدار يعني سجدة، فيجب عليها العصر والظهر، وكذلك بالنسبة للمغرب إذا طهرت قبل دخول العشاء ولو بلحظات. آمل تكرم فضيلتكم. إيضاح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ري الرجل زراعته، نعم نهى أن يروي الرجل ماء غيره أو زرع غيره، معناه والعياذ بالله الزنا، يعني رجلان صلى الله العافية يفعلان أو يعاشران المرأة في وقت واحد، فهذا لا يجوز حتى في المعتدة، لا يجوز إلا بعد أن تنتهي عدتها، لأن الرجل فعلا يعني يروي زرع غيره حتى الولد سبحان الله كانت حاملة، فالماء يؤثر حتى على الولد، وهذا أمر مشاهد مع الأطباء يؤكدون هذه الحقيقة ويتكلم عنه ابن القيم بكلام عجيب
سبحان الله يبقى هناك بصمات للرجل الثاني الذي نكحها حراما زنا والعياذ بالله يؤثر حتى على الجنة. يقول متى تقول المرأة في حالة انتهينا منها عادت علامات النقاط؟ ايه خلاص خلاص انتهينا منها. هذه يقول السؤال الأخير: بعض النساء يشترطن على الزوج عدم الزواج عليها، هذا الشرط صحيح وهل يجب الالتزام به؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه شرط معتبر إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها طبعا قبل العقد وأثناء العقد، أما بعد أن يتم العقد خلاص ما في مجال الشرط، لكن قبل العقد ولم ترجع عن شرطها أو في أثناء العقد اشترطت أن لا يتزوج عليها فهو شرط شرعي ويجب على الزوج أن يلتزم به، فإن لم يلتزم أثم، ومن حق المرأة طلب الفسخ، لكن زواجه من أخرى زواجه صحيح. إذا يترتب على هذا الشرط ما أن الزوج آثم لأنه التزم لها بها، والأمر الثاني أن لها الحق في طلب الفسخ من وين رضيت به فهذا خير، وهذا لا يعني يعارض مشروعية التعدد يا أخوان كما يظن بعض الناس، يعني هي لم تمنع ولم تحرم عليه التعدد، لكن تقول أنا بالنسبة لي لا أريد أن تعدد عليه، لكن أعرف أن التعدد مشروع، فالصحيح جوازه ويترتب عليه ما ذكرت لو خالف الشرط. لي 10 أولاد وزوجتي هل يمكن استعمل ربط الأنابيب لعدم الحمل؟ إذا كان هذا الربط يعني فعلا سيوقف الحمل مؤقتا وممكن فكها بعد ذلك، الدكتور معنا يفيدنا فلا بأس به مثل أخذ موانع الحمل الأخرى. أما إذا كان ربطه سيؤدي إلى قطاع الحمل بالكلية فقد بيقن هذا يجوز. ربط الأنابيب هو ربط دائم لمنع الحمل، لا يوجد رجعة، لا يمكن الرجوع، الرجوع عن طريق أطفال الأنابيب. في عمليات كنا نجرها من زمان لكن لم تعد لها حاجة بعد أطفال الأنابيب. سمحت يا دكتور أنا الحقيقة بالمناسبة يعني أزي جزيل الشكر والتقدير لإدارة التوعية الدينية في وزارة الصحة، وزارة الصحة لحرصها الحقيقة على إقامة هذه الملتقيات والندوات وتوعية الناس، كما أشكر أخي وزميلي وحبيبي الدكتور أحمد أسمع عنه من قبل كثير لأول مرة نلتقي، وأشكره حقيقة على المعلومات الثرية التي استفدناها منه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وهدى ويجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله، وأعذرونا على الإطالة، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.